مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لنا مخدوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد ايماني واحد وما لوحش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاجه لتفسير انا هشرح ليك وافسر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر مشاهدينا الأحباء في كل مكان برحب بيكم مع حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. النهاردة بنعمة الرب بنستكمل موضوع قد ابتدأناه مع أختنا المباركة الأخت لونا تحت عنوان ملك اليمين في الإسلام. النهاردة بنوصل إلى الجزء الثاني تحت هذا العنوان، لكن في بداية الحلقة أحب وسعدني كن برحب بأختنا الفاضلة الأخت لونا. برحب بيك يا أخت لونا. ألو، سلام المسيح يا أخت لونا. ألو، تقريبا ممكن يكون في مشكلة في الصوت. أخت لونا هل بتسمعينا؟ طيب أخت لونا. ألو، سلام المسيح لحضرتك أخي الحبيب أنجيو. سلام الرب، أهلا بيكي، بنرحب بيكي. وإحنا بنوصل للجزء الثاني بعد توقف طويل شوية لموضوع ملك اليمين. برحب بيك في بداية الحلقة وسعداء أنه الرب يستخدمك النهاردة في استكمال هذا الموضوع الهام اللي بناء الموجود بالفعل في نصوص القرآن وكتب الأحاديث والفقه الإسلامي، وترتب عليه مآسي كثيرة جدا قد رأيناها وشاهدناها من خلال دولة الإسلام في العراق والشام التي تسمى داعش، مع فتيات الزيديات أو مسيحيات أو سواء فتيات تنتمي إلى المذهب الشيعي أيضا. في بداية الحلقة أخت لونا بطلب منك أنك ترفعينا في طلبة صلاة لأجل بلادنا ولأجل موضوع الحلقة ولأجل رسالة القناة ولأجل أحبائنا المشاهدين. تفضل يا أخت لونا. أمين. أبانا وإلهنا الحنان القدوس، نباركك ونعظم اسمك ونشكرك من أجل يوم جديد يا رب، وبنرفع لجلالك أيادي طاهرة بصلوات وتضرعات مع بداية العام الجديد من أجل سلام العالم كله، واللي أصبح مضطرب في معظم أرجائه ومتعطش للسلام، وعلي صوت الأنين وتنهيدات فقدان الرجاء في الحصول على أي سلام حقيقي. لكن بنصلي سيدنا الرب مع بداية هذا العام من أجل كل القادة والحكام وولاة الأمر في كل بلاد العالم يا رب، إنك تمنحهم حكمة من لدنك في إدارة شؤون رعاياهم وبلادهم بحسب ما يوافق مشيئتك الصالحة المرضية. اعلن ذاتك سيدنا الرب في كل الأمور الحادثة في هذه الأوانة يا رب، وفي كل عمل شرير ضد صلاحك اعلن سيادتك يا رب وقدرتك وسلطانك وهيمنتك على المشهد في العالم كله يا رب، وتعالى بقوة تغيير وتجديد على الأذهان في هذا العام يا رب، وانتهر أي فكر أني أنا أفضل من غيري أو أني من خير أمة أو أني أستحق وغيري ما يستحقش أو أن الرب ميزني واداني سيادة على الآخرين، لكن أقبل وأتعايش مع أخويا في الإنسانية على أرض هي كلها لله. بدد يا رب كل مشورات الدمار والحروب والخراب فقلوب كل ملوك الأرض يا رب كجداول مياه في إيدك أنت يا رب، توجهها بإرادتك الصالحة لصالح كل خلقتك يا رب. نستودعك أيضا سيدنا في هذا الصباح كل خدام وخدمات قناة الكرمة المباركة يا رب، إنك تسدد بحسب غناك في المجد كل احتياج روحي أو مادي وتسيج حول هذه القناة يا رب عشان تحمل الرسالة لكل نفس بتشهدها في كل أنحاء الأرض. أيضا بين إيدين صلاحك يا رب بنرفع في هذا الصباح كل مشاهدينا، احفظ أذهانهم يا رب في خطتك وتدبيرك الصالح لنجاة كل النفوس. أيضا بين إيدين رعايتك وقيادتك يا رب بستودع أخويا أنجلو في هذا الصباح، وضعفي في قيادة خاصة يا رب من لدنك في الحوار والمناقشة والاستجابة لمداخلات المشاهدين. خدنا جميعنا يا رب خدام ومشاهدين واحفظنا في ذلك الفكر الذي للمسيح يا رب من أجل نجاة كل النفوس.
بنرفع لجلالك الصلاة في اسم يسوعنا الحبيب، ولك كل المجد. آمين آمين، ربنا يباركك. أحبنا المشاهدين، موضوع مهم جدا، ملك اليمين الجزء الثاني، ملك اليمين في الإسلام. تعرضنا للجزء الأول في أمور كثيرة جدا. بعد ثواني هطلب من الأخت لونا أن هي تعمل لنا عملية استرجاع وتذكرنا بما بشكل موجز بما جاء في الجزء الأول. لكن قبل ما أطرح السؤال الأول على أختنا لونا فيما يخص موضوع الحلقة، عندي سؤال أطرحه إلى كل إخواتي وأحبائي المسلمين اللي بيشاهدونا في كل مكان واللي هيشاهدوا الحلقة فيما بعد. أنا بطرح السؤال لمجرد السؤال، ولست متحيز لجانب على جانب، ولست متحيز أو أتكلم من منبر سياسي. يعني إحنا هنا بنقدم رسالة روحية على الأقل في البرنامج ده، ومش بتكلم. لكن اللي استوقفني أنه بعد ما الرئيس المنتخب دونالد ترامب عمل القسم يوم الجمعة الماضية، كان في يوم السبت مسيرات حاشدة، مسيرات نسائية أو غيره حاشدة ضد الرئيس ترامب. كل ده طبعا كل واحد من حقه أنه يعبر عن اللي هو عايزه، كل واحد يقول أنا برفض وبرفض السياسات ده لحد كده، يعني أمر مشروع ليك، ومن حقك أن أنت تقول رأيك، ومن حقك أنك تعترض أو يكون ليك يعني احتجاج على الشخص نفسه أو على السياسات أو غيره. لكن الأمر اللي استغربت جدا ليه هو التفاف المسلمين المعترضين على انتخاب دونالد ترامب مع المثليين، مع النساء اللواتي يطلبن بحقهن في الإجهاض حتى لو وصل الإجهاض أن يتم في الشهر التاسع، مع الليبراليين، مع الاشتراكيين الثوريين أو اليساريين. إزاي الفئات دي بتركب مع بعض؟ وإزاي الفئات دي بتقدر تطلع في احتجاج واحد؟ وإزاي المسلمين يعني كانوا طالعين مساندين بقوة للفئات دي وتقود هذه المسيرات، بعيدة عن كلام سياسي يعني، لكن ده كان اسم مطروح، واحدة فلسطينية اسمها ليندا صرصور، لها نشاطات دينية إسلامية في المجتمع الأمريكي، وكانت بتطالب لوقت طويل جدا أن في بعض المدن والولايات اللي فيها جاليات مسلمة يكون لهم حق تطبيق الشريعة الإسلامية. وأنا عايز أسأل سؤال، المسلمين اللي طلعوا محتضنين المثليين والملحدين، أنا مش ضد أي إنسان، اعمل اللي أنت عايزه، علاقتك مع ربنا دي حاجة ترجع لك، أنا يهمني الكتاب المقدس، ويهمني أن أنا أدعوك لعلاقة مع ربنا، مش بقول أن أنت لا كافر، لا عندنا عبارات لا كافر ولا غيره. لكن أنا بتخيل أو بتساءل أو محتار أن إزاي الفئات المسلمين بيطلعوا بيحتضنوا الملحدين والمثليين والنساء اللواتي يطلبن حقهن في الإجهاض حتى للشهر، والاشتراكيين الثوريين والليبراليين، لو ده في بلادهم هيفضل المسلمين بيحبوا المثليين وبيحبوا الليبراليين وبيحبوا النساء التي يطلبن حقهن في الإجهاض؟ يعني تقبلوا ده في بلادكم؟ يعني الفئات دي لو موجودة في بلادكم، أنتوا كمجتمعات مسلمة هتبقوا متصالحين مع الفئات دي؟ هتبقوا قابلينهم؟ هتبقوا شايفين أنه من حقهم يطلعوا بثورة واحتجاج على قوانين إسلامية وعلى حاكم إسلامي؟ لو ده ببلدك يا ليندا صرصور، لو ده في غزة، هيبقى بتقفي معاهم كتف بكتف وبتسنديهم؟ لو ده في السعودية هتقفي معاهم؟ السعودية اللي فيها مدينتين لا يحق لأي شخص غير مسلم ان هم يدخلهم، لو ده في السعودية هتقفي معاهم تسندي قضايا الناس دي؟ لو ده في مصر هتقفي معاهم تسندي قضايا الناس دي؟ لو ده في أي مكان هتقفي معاهم؟ وأنا ما شفتش ليه مزارات حج ده لما كانت البنات الأيزيديات، وإحنا نتكلم في الحلقة دي، بيغتصبنا على صوت القرآن وبعد قيامهم للصلاة، شفتش ليه مزارات حج ده في العواصم الغربية؟ شفتش ليه المسلمين طالعين بمزارات حج ده ويكتبوا داعش لا تمثل الإسلام، ونحن نبكي ونصرخ ونتضامن مع البنات الأزيديات اللي يتم اغتصابهن لرجال داعش، رجال الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ مش معنى الانتفاضة لما ترامب قال أنا عايز أحافظ على أمريكا، أنا مش بشجع شخص
مش بتكلم هنا ان انا مع ترامب او كلينتون مع هيلاري او غيره، لا انا ده مش هقول رايي، ومش هنا ان انا اتكلم في السياسه، لكن انا بطرح فكره الازدواجيه اللي بيعيش فيها المسلم، الفكر طريقه الفكر اللي بيعيش بها المسلم، ان يستبيح اشياء في مجتمعات اخرى في مقابل ان هذه الاشياء لا يقبلها في مجتمعه، انه يهرب من الدول اللي بتطبق الشريعة الإسلامية ويروح بعد ما يتغني ويتنعم ويتصرف عليه وبعد ما يستقر يطلع ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية في أمريكا أو في فرنسا أو في ألمانيا. طب يا حبيبي انت هربت ليه من الشريعة الإسلامية في السعودية؟ ما بدل ما تهاجر لألمانيا وأمريكا ما تهاجر للسعودية وفيها تطبيق للشريعة الإسلامية، هاجر للصومار، هاجر لأفغانستان، هاجر لأي بلد بتطبق الشريعة الإسلامية، لباكستان، لأي بلد بتطبق الشريعة الإسلامية. هي ده مجرد سؤال، مجرد سؤال أنا بطرحه تجاه كل شخص بيشاهدنا، تجاه كل ضمير حي. هل الفئات دي اللي انتوا طلعتوا في وزارات حشدة بتسندوهم، هل تقبلوهم في مجتمعكم؟ وعنوان الحلقة النهاردة همس قضية من القضايا دي اللي ليندا صرصور ومسلمات كثيرات ملأوا المظاهرات الحاشدة سواء في أوروبا أو أمريكا بيقولوا كده احنا بنناصر حق المرأة في الإجهاض. يا سلام يا سلام، هو الإسلام بيناصر حق المرأة في الإجهاض؟ هو الإسلام أصلا معطي للمرأة حق عشان تطلعوا تطالبوا تناصروا حق؟ هو الإسلام كرم أصلا المرأة؟ وده اللي هنشوفه في حلقتنا النهاردة. اختلونا يعني ندخل في موضوع الحلقة، مش عايز، هو كان مجرد سؤال بطرحه على المشاهد، لكن خلينا نرجع لموضوع الحلقة. أو لحضرتك لك حق التعليق لو حبيتي، يعني لك حرية الاختيار إن كنت تبدأي تعطينا ملخص عن الجزء الأول وبعد كده ندخل في موضوع الحلقة، أو حابة تعلقي على الكلام اللي أنا طرحته دلوقتي. فضلي أختلونا. يعني أنا أعلق تعليق سريع وأقول لحضرات المسلمين، أنتوا عارفين من خلال القرآن أن المثلية الجنسية مرفوضة تماما ومحرمة من خلال القرآن، وبرضو بترفضوا الإلحاد تماما، لأن أي شخص لا يمكن بإله يؤمن بإله القرآن وبتكفروه. فالنهاردة علشان أنتوا مش عاوزين ترامب بتخرجوا تنصروا اللي بيقولوا بيرفعوا شعارات ضد قرآنكم نفسه. فيعني أنا عايز أقول أنه من فضلكم الرئيس ترامب يستحق فرصة لإثبات نواياه من أجل إحداث تغييرات تنهض بأمريكا من جديد. هو صحيح قد لا يملك ملكة الحديث السياسي الرصين لأنه لم يكن رجل سياسة من قبل، لكن الرجل يستحق الفرصة لأن عنده أمور فعلا ممكن تطهر البلد من حاجات كتير. إذا كنتوا أنتوا يا الأمريكان بصفة عامة يرفضوا القتل في بلادهم، فالإجهاض هو قتل. أنا مش عايزة أدخل بعنف في أي كلام، لكن عايزة أقول إذا كنتوا أنتوا رفضتوا ترامب وفضلتوا أن أمريكا يرأسها امرأة، في حين أن على فضائياتكم بتقولوا أو مش بتقولوا بتستشهدوا بكلام الرسول محمد بأنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فيبدو أن كل الشعارات اللي أنتوا رافعينها دلوقتي هي مجرد محاولة للإطاحة بإنسان يستحق الفرصة أنه هو يثبت حسن نواياه من أجل هذا البلد. فمن فضلكم خلاص الوقت عدى وهو أوريدي تم تجليسه في البيت الأبيض، فيعني من فضلكم يا ريتكم تهدأوا وتدوا فرصة للأمور تمشي في نصابها الطبيعي، وبعدين لما يحصل أي نتائج ابقوا قدموا اعتراضاتكم إذا حبيتم. ندخل في موضوع الحلقة، تفضل يا أختي لنا. نرجع لموضوعنا أخي أندريو. يعني احنا في الجزء الأول من هذا الموضوع، موضوعنا ملك اليمين ما بين القرن السادس والقرن الحادي والعشرين، فردنا على الإخوة المسلمين وكتابهم فيما يختص بهذا التشريع، مدينا الحبل على بساط الشريعة القرآنية والسنة والتاريخ الإسلامي من القرن السادس لنصل به معا إلى طرفه الآخر في أيدي الدواعش اليوم. فغصنا في أعماق التراث وتفاسير الآيات الخاصة بملك اليمين من التفاسير المعتبرة والتي تتعلق بإباحة إله القرآن نساء غير المسلمين لرجال المسلمين كفيء في سورة الأحزاب 50، ويعني حيث تلقينا تعليقات من أخوات مسلمات بخصوص ملك اليمين
يعني ان سبي ملك اليمين في الحروب والغزوات ده حماية ليها من التشرد وتكريم ليها وصيانة، فلما تكون في بيت راجل يصونها ويحتويها فده أكرم ليها. لكن السؤال يا أختي المسلمة هو ليه أساسا بياخدوا المرأة الغير مسلمة من حضن أولادها ومن تبعية أبوها أو زوجها عشان تكون لرجل آخر غريب عشان بين قوسين يكرمها فيعاشرها معاشرة الأزواج وهو ليس زوجها؟ فيقول له إله القرآن في سورة الأحزاب 50 النص اللي قرأناه على حضراتكم في الجزء الأول، إنا أحللنا لك، وبعدين يذكر عدة فئات من المحللات له، ثم يقول وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. والفيء كما أسلفنا هو كل ما يغتنمه المسلمون في غزواتهم وحروبهم مع غير المسلمين كالبقر والحمير والنوق والجواهر وقطع الأساس وغيره، وضمن هذا الفيء نساء غير المسلمين في أرض الحرب. ثم يطلقون على هذا الفعل تكريم، تكريم المرأة اللي صارت فيئا للرجل المسلم. يعني عايزة أقول أخي أندرو أنه للأسف كل ما يندرج في الشرع، يعني في الشرع الإسلامي تحت بند تكريم المرأة هو في الحقيقة إهانة لها. يعني إن سبيت وصارت ملكا لرجل غير جوزها فهذا تكريم لها كما تقول الأخوات المسلمات، وإن اعتبرت شهادتها بنص شهادة راجل فهذا تكريم لها مهما بلغت درجة ثقافتها ومهما بلغ جهل هذا الرجل، وإن حصلت فقط على نصف ميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين فهذا أيضا تكريم لها، وإذا اقتطعوا جزء من جسدها فيما يسمى بعملية ختان الإناث فهذا تكريم لها، وإذا جوزها تجوز عليها فهذا تكريم لها لأن خير ليها أنه بدل ما يخونها يكون متجوز زوجة تانية شرعا لو يعني كان عالي الفخولة وفي احتياج لزوجة أخرى تساندها. يعني بل مست درجة التكريم أخي أنجو والمبالغة فيه إلى تكريم نبي الإسلام لأطهر نساء العالمين بشهادة القرآن نفسه السيدة العذراء أم المسيح إلى أنه سيتزوجها في الجنة مع كلثوم أخت موسى وأسيا امرأة فرعون، حيث قال للسيدة خديجة زوجته ألا تعلمين أن الله زوجني معك في الجنة مريم ابنة عمران وكلثوم أخت موسى وأسيا امرأة فرعون؟ قالت هل قال الله ذلك؟ قال نعم، قالت بالرفاء والبنين. كلام ده رواه الطبراني في المعجم الكبير. يعني أنا بشوف رد عائشة يعني بتاخده على قد عقله، يعني دي خديجة أو خديجة يعني اسرح براحتك. يعني يا اللي يحب يرجع للكلام ده بنقول موجود في الطبراني في المعجم الكبير عن تفسير ابن كثير في جزء 6 صف في جزء 8 صفحه 166. يعني انت لمستي موضوع يعني هو مطروح للنقاش في خلال الاسبوع ده لما الشيخ سالم عبد الجليل اللي هو يعتبر من مستشاري الرئيس في القضايا الدينيه يطلع على قناة فضائية أو قناة مصرية محلية المسيحيين بيدفعوا ضرائب، في بتروح جزء كبير جدا من الضرائب للإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو، ويطلع على سبيل التكريم حب يكرم العذراء. فزي ما بتقول الأخت لونا دايما ذهن المسلم يروح لتكريم المرأة أن رجل مسلم يعني ينكح أو يمارس جنس مع امرأة هو ده تكريم للمرأة، هو ده فطبعا فلتت من الشيخ سالم عبد الجليل وهو حب يعظم شخصية العذراء اللي هي عظيمة ومش واقفة على كلام الشيخ سالم عبد الجليل. فمن ضمن التكريم في وجهة نظر الشيخ سالم عبد الجليل أنه محمد سوف يتزوج العذراء مريم في الجنة، وده اللي قدمته الأخت لونا بحديث موثوق. خلونا يعني نشوف الفيديو. أنا عايز أقول الكلام ده أخي أنجلو اللي تفخر وأشاد به الشيخ سالم عبد الجليل في لقائه على القناة المصرية في الأسبوع الماضي، انه هو يعني النبي يتزوج من مريم العذراء في الجنه. يعني عايزه اقول من اي الابواب وباي منطق اعتبر هذا الكلام الصعب تكريم للسيده العذراء؟ يعني فما تعتبرونه تكريما هو بالنسبه لنا نحن المسيحيون، يعني من نعتبر اصحاب الشان الاول في ام مسيحنا هو منتهى الاهانه. لا احنا عندنا جنة اساسا، ولا العذراء هتتجوز، ولا في الابدية زواج من اصله، ولا مريم ام المسيح دي اساسا ليها علاقة بابنة عمران او بآل عمران القرآن. يعني يروح يدور على مريم بنت عمران ويشوف ايه اللي هيحصل معاه. خلينا نشوف الفيديو.
ونرجع نستكمل موضوعنا مع أختنا الأخت لون. نشوف الفيديو. مريم وبدأ بيها وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فالنبي نفسه اللي حدد وحط لي مكانتها، فأنا ليه أختزل فضل مريم واصطفاء مريم على فقط جيلها وزمانها؟ لا، هي مصطفاة على نساء العالمين، ويشاركها في الفضل ده خديجة، يشاركها فاطمة، تشاركها آسيا امرأة فرعون، وماله تشاركها عائشة؟ بتتكلم على أصابع يد واحدة، أصابع يد واحدة، أربعة يشاركنا مريم، وماله؟ ومريم تسبق، نعم، وستكون زوجة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وستسبق وستكون من أول من يدخل. طيب يعني من ضمن التكريم محمد وضع فاطمة بنته مع تكريم خديجة وعائشة ومريم والعذراء المطوبة مريم وآسية بنت فرعون. محمد طبعا يعني أكيد من ضمن التكريم لفاطمة أنه سوف يتزوج فاطمة أيضا في الجنة يعني. تفضلي يا أخت لونا. يعني كلام صدقني الواحد يقول عليه اللهم لا تعليق. وعايز أقول لهم شكرا جزيلا على هذا التكريم، نحن لا نقبله. أما إذا كان هو عايز يتجوز فاطمة في الجنة فهم عائلة واحدة، يعملوا اللي هم عايزينه، مسألة خاصة بيهم مسألة تخصهم، بس يطلعوا العذراء مريم من الموضوع لأن العذراء ما تخصهمش في حاجة. طيب دي نظرة الرجل أو نظرة الإسلام للمرأة؟ يعني أنا عايزة يعني أقول أخي أنجلو، إحنا يعني في الجزء الأول من موضوعنا دوت اللي إحنا بنرجعه، إحنا ردينا على مقال الأستاذ علي الحسيني يعني، وهو يعني بيعترض أو بيستنكر فيه على سبيل الدواعش لنساء غير المسلمات واستغلالهم جنسيا. يعني أنا يعني أود أيضا أن أنا أرد على دكتور آخر كتب على النت، وهو الدكتور نذير الكيالي. وهو يعني بيحاول يخرج من مفهوم ملك اليمين ويغير معناه، فحاول أنه هو يفسر معنى ملك اليمين من خلال شرح لآية سورة المؤمنون 6، والتي يقول نصها والذين هم لفهره واو جيم هه ميم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. بيقول لنا أن ملك اليمين في الآية لا تعني المسبية. يعني أنا قدام إيه؟ المقال، واتفضلي يعني المقال بتاع الدكتور نذير اللي بيحاول يدافع عن تعريف كلمة ملك اليمين، تفضل يا أختي. يعني أمال تعني إيه يا دكتور نذير؟ قال لك إن أزواجهم معناها زوجات المسلمات، أما ملك يمينهم معناها زوجات الكتابيات، يعني زوجات الغير مسلمات. يعني إيه الكلام دوت؟ إيه الكلام ده أساسا غير منطقي لأكثر من سبب. أولا الكلام ده لا يتفق مع نص سورة الأحزاب 50، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. فالفيء هو الغنيمة التي تغتنم في الحروب ويتم تقسيمها بين القائد ورجاله، فهذا الكلام لا ينطبق على الزوجة الكتابية. وهل كل سبية سباها النبي ورجاله في غزواتهم كن زوجات للنبي ورجاله أم سمينا بالسراري؟ وثانيا هذا التفسير الجديد لملك اليمين بيتنافى تماما مع كل تفسير جل المفسرين وثقاتهم من هم أقرب منا بزمان كبير لعصر النبي الإسلام، وما كان يعتبره في ظل آيات كتابه وتأييد إلهه مدعاة للفخر والشموخ والانتصار على من أسموهم بأعداء الله ورسوله من غير المسلمين. فسبي نسائهم وإذلالهن كان أمرا منطقيا مقبولا في ظل تشريع سورة الأحزاب 50، والتي شرحها جل شيوخهم المفسرين القريبين إلى زمان محمد عننا بقرون عديدة. طيب خليني أقدم أخي أنجلو تفسير. اتفضل. يعني في كلام كتير ناس بتحاول يعني مثلا سورة المؤمنون حضرتك اللي ذكرتيها اللي هي 6، أنه الذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. بيكلم هنا دكتور نذير وشخص آخر أنه كلمة هنا إلا على فروجهم حافظون، يعني الشخص يقدر في مرضه يتعرى أمام زوجته وأمام الخدامة اللي هي بمثابة كطبيبة أو ممرضة لي. لكن بيقولك أن هنا مش معناه نكاح أو زواج أو يعني، لا ده معناه يعني تطيب لي أو مراعاة لي صحية لو هو كبر في السن. طبعا الخدامة لازم تغير وتبدل وتغير اللبس. أنا بقولك اللي وارد في الوقت الحالي من جهة تجميل الإسلام. شوف أخي أنجلو، أنا عارفة أن الموقف صعب والمأزق حرج، لأنه يعني آيات عديدة في القرآن تخص ملك اليمين، وكذلك في الأحاديث الصحيحة الموثقة. فيعني الحل الوحيد هو الاعتراف بشجاعة، يعني لأن ده هيديلك الفرصة وهيديلك الفرصة يعني للتفكير المنطقي، هل تستمر في الاحتفاظ بهذا الملف ولا ممكن يكون عندك تفكير أو اتجاه آخر. وأنا هرد على حضرتك دكتور كيالي وعلى غيرك من خلال تفسيركم المعتبرة وشيوخكم وكل مفسريكم، وعشان كده أنا يعني ببتدي بالقرطبي. فتفسير القرطبي للأحزاب 50 بيقول في وما ملكت يمينك أحل الله السراري لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته مطلقا، وأحل الأزواج لنبيه عليه السلام مطلقا، وأحله للخلق بعدد. طيب مما أفاء الله عليك، يقول لنا القرطبي، أي اسمعوا، أي ما رده عليك من الكفار والغنيمة تسمى فيئا، أي المأخوذ على وجه القهر والغلبة، يعني المأخوذ كأسيرة من الحرب، ما كأسيرة من الحرب على وجه القهر والغلبة. طيب ثم قوله لكي لا يكون عليك حرج، أي بينا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح لكي لا يكون عليك حرج، أي فلا يضيق قلبك حتى يظهر منك أنك قد أثمت عند ربك في شيء. طب هل الكلام ده ينطبق على الزوجة الكتابية؟ لو هي زوجة، إيه اللي يخليك تشعر بأي إثم أو أي حرج؟ وبعدين أنت أساساً واخدها من جوزها على وجه القهر والغلبة، تبقى إزاي تسميها زوجتك الكتابية؟ كما ورد أيضا في تحفة الأحوازي شرح سنن الترمذي في شرح الأحزاب 50 يقول وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، اسمعوا، أي أباح لك التسري مما أخذت من الغنائم، التمتع بهم جنسيا بالضبط، يعني اللي اختنمتهم كفيء. ويكمل الأحوازي ويقول وقد ملك النبي صفية وجويرية ثم أعتقهما وتزوجهما، يعني في الأول كانوا ملك يمين مملوكات لي وبعدين أعتقهم وتزوجهم. طيب ده ممكن ديت يمشي معاها حكاية زواج الكتابية لأنها من خلفية يهودية وأعتقها وتجوزها، ولو أني مش من حقه أساسا يتجوزها لأنه واخدها من زوج، لكن هنقول أنه لما يعتقها وبعدين يتجوزها هنا ممكن نقول أنه هو اتجوز كتابية. ويكمل الأحوازي وقد ملك ريحانة بنت شمعون وماريا القبطية وكانتا له من السراري، يعني مش أزواج، يعني هنا بيفرق ما بين الزوجة الكتابية وبين السرية السرية، متأسفة هنا بيفرق ما بين ملك اليمين وما بين اللي اعتقها وتجوزها. فلا أعتبر ما كتبه الجارية أصبحت بمثابة ملك يمين، هي ما هي ملك يمين، وده اللي ورد عليه النص في الأحزاب 50، وده التسمية نازلة كده بين قوسين نازلة من إله القرآن في كتابه خاصة بمحمد. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، والقرطبي شرح لنا قال قد أحل الله السراري لنبيه ولأمته مطلقا، وأحل الأزواج لنبيه مطلقا وللخلق بعدد، يعني لما نيجي لملك اليمين
تحليل مطلق للنبي ولأمته. ولما نيجي للزوجات تحليل مطلق للنبي لكن للخلق بعدد محدد. اوكي بالظبط. يبقى انا ما اقدرش اعتبر اللي كتبه لا علي الحسيني وطرحناه على حضراتكم في الجزء الاول او ما كتبه الدكتور نذير اسحاق الكيالي الا محاوله لحفظ ماء الوجه. بصراحه يعني ما اقدرش. هي محاوله تجميل يا اخت لونا، محاوله ان هو شويه يتلاعب بالنص، شويه يقول ان ملك اليمين هما الكتابيات، شويه يقول ان ملك اليمين كلمه يمين معناها القسم، فملك اليمين يعني اللي انا اقسمت ان انا اصونه واحافظ عليه قدام الأب. فهو عملية تلاعب بالألفاظ من هدف تجميل الإسلام. مش بس التجميل، يعني الموقف حرج أخي أندرو، حرج جدا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، والموقف قدام الأمم المتحدة وقدام العالم كله، الموقف فعلا حرج. عارفة ليه يا أختلونة؟ لأن أصبح الأمر معلن من خلال الفضائيات. بالظبط بالظبط، لأن الأمر فعلا أصبح معلن من خلال الفضائيات. يعني زمان ما كانش حد بيتكلم وما حدش شايف حاجة، لكن دلوقتي كل حاجة متشافة. المسلم بيتكلم على إذاعة أو على تلفزيون أو whatever والناس بتسمع. ما كانش فيه ديالوج، ما كانش فيه حوار زي النهاردة، ما كانش فيه نت، ما كانش فيه عمود في جورنال، ما كانش فيه محطة في تلفزيون، ما كانش فيه فضائيات. ما كانش فيه داعش اللي نقلت لينا من 1400 سنة اللي كان بيحصل. بالظبط. تفضل. كما أوردنا أيضا أخي أندرو في الجزء الأول، كيف أحل إله الإسلام يعني ملك اليمين للاستغلال الجنسي من قبل الرجل المسلم في حالة عدم استطاعته أن يجمع ويعدل في نفس الوقت بين مثنى وثلاث ورباع من النساء الحرائر، فيتزوج من الحرائر واحدة فقط، وإن لم يستطع أن يكتفي بواحدة يقدم له إله القرآن تخييرا في نص سورة النساء 3. يعني شوف الدكتور الكيالي لما ياخد الشرح بتاعه بتاع المسلمون بتاع المؤمنون 6 وبعدين يحاول يروح بيه عند الآيات التانية يلاقيها ما تركبش معاه خالص، لا مع الأحزاب 50 ولا مع نص سورة النساء 3. هو بيحاول يفك التجمع ده عن بعض، يعني بيحاول يفسر كل نص في نطاق سورته، ما بيربطش الكلمة على اتساع القرآن كله. ازاي بقى؟ ما هي الكلمة العبارة واحدة وعايزين كل العالم يفهم ملك اليمين، وفي حوالي 33 آية عن ملك اليمين، 23 آية صريحة. طيب نص سورة النساء 3 بيقول ايه؟ بيقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانك ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن لم تعدلوا فواحدة أو التخيير بقى التخيير أو ما ملكت أيمانكم، مش مهم بقى كم واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، يعني ففي ذلك إشباع لرغباتهم الجنسية وبلا تحديد لعدد معين منهم. ولم يضع عدد، وده رد على كل واحد بيحاول يجمل الكلمة. بالظبط، يعني لو كانوا دولت زوجات كتابيات هتتجوز 30 40 100 واحدة كتابية مثلا. وأيضا في ذلك إذلال لهن. وخلينا نسمع الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وهي بتأكد هذا الكلام. اتفضلوا نسمع الفيديو رقم 1. أصل الحرب من النساء هم ملك اليمين، بمعنى إن عشان أذلهم بيصبحوا ملكا لي القائد أو للجيش أو للمسلم يستمتع بيهم كما يستمتع بزوجاته. الأسرى النساء دول بنسميهم سبايا وبنسميهم ملك اليمين، يعني نتيجة إن هم يعني في إذلال لهم، فممكن أن الذي يحصل عليهم نتيجة غنيمة الحرب غنيمة الحرب ممكن ان هو يعني يعاشرها اذا لم يستطع ان يتزوج 2 او يتزوج 3 او يتزوج 4. فعشان كده ربنا قال فواحدة او ما ملكت ايمانكم. حضرتك شفتي الكلمات الصريحة للدكتورة سعاد صالح في انه ملك اليمين هو الهدف منه اذلال، وهم مين اساسا ردا على الدكتور الكيالي؟ اسيرات الحرب، هم سبايا الحرب. بالظبط. لكن واحد بيقول كده ان اليمين في القران الكريم جاء في عدد من الايات
أذكر منها وأوف بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيده. النحل 91 ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاثا تتخذون إيمانكم. هو عايز يوصل للنهاية أن كلمة الإيمان في القرآن هو الحلف والقسم بالله والعهد على الالتزام بما حلف عليه، ويستطيع المسلم حنث يمينه أن يكفر عنه بصدق أو صيام. فهو عايز يوصل يقول أن كلمة إيمان معناها الحلف، فكلمة ملك اليمين معناها ما تم الحلف والقسم عليه أن أنا أصون هذا الأمر، وليس المقصود به نكاح امرأة. طيب أنا أطلب من كل مسلم بيعرف عربي، أطلب من كل مسلم بيعرف عربي يشيل كلمة ملك اليمين من كل من 23 آية الخاصين بملك اليمين في القرآن، ويحط مطرحها كلمة القسم، ويقرأ الآية ويشوف سياق الآية هيستقيم ولا لا. ده اقتراح. طيب وسورة المؤمنين اللي هو الدكتور الكيالي يعني حب يلعب بيها ويقول إن هم الزوجات الكتابيات، يعني خلينا نشوف البغوي بيقول ايه في تفسيره. اتفضلي. والآية في الرجل خاصة بدليل قوله او ما ملكت ايمانكم والمرأة لا يجوز لها ان تستمتع بفهره جيم مملوكها. يعني شايفة دي بقى ليها علاقة بالقسم يا اخ انجو؟ المرأة لا يجوز لها ان تستمتع. ما هي المدرسة الحديثة يا اخت لونا بتضرب في كل التفسيرات القديمة، لا تعترف بيها. ما ينفعش تضرب لأنها مش قادرة تضرب، يعني بأي منطق بتضرب؟ وإذا كان الكلام مش هيستقيم، ده أنا بقول كل مسلم بيعرف عربي يشيل كلمة ملك اليمين ويحط مطرحها كلمة قسم أو زوجة كتابية بالظبط، ويعيد قراءة الآية ويشوفها تستقيم ولا لا. بالظبط. طيب ده في تفسير البغوي جزء 5 صفحة 410. وفي الكشاف اللي هو تفسير الزمخشري يقول والمعنى لأنهم لفهره وجيمه ميم حافظون في كافة الأحوال إلا في حال تزوجهم أو تسريهم، مش في حال تزوجهم. والتسري كلمة التسري كلمة لا تنطبق إلا على الأسيرات ملك اليمين. يتسرى يعني يتمتع جنسيا بأسيرة. تفسير الزمخشري جزء 4 صفحة 219. وأيضا يقول ابن كثير في تفسيره في جزء 10 صفحة 109 لا يقربون، اسمعوا يا جماعة، لا يقربون سوى أزواجهم اللواتي أحل الله لهم وما ملكت أيمانهم من السراري. طب الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ شيل هنا ما ملكت أيمانهم وحط ما أقسموا به من السراري. إيه ده؟ المعنى مش هيستقيم. وأيضا في تفسير الجلالين في صفحة 342 يقول المحلى والصيوطي وما ملكت أيمانكم أي السراري يعني ملك اليمين. ما فيش كلام أوضح من كده أظن. وورد أيضا في تفسير الألوسي روح المعاني كما أوردنا في الجزء الأول يقول وما ملكت أيمانكم أي السريات، والتعبير عنهم بما على القول باختصاصها بغير العقلاء لأنهن يشبهن السلع بيعا وشراء. يعني أصبحت الأسيرة سلعة بالضبط، تمتلكها أو تبعها بالضبط، أو لأنهن لأنوثتهن المنبئة عن قلة عقولهن جاريات مجرى غير العقلاء. يعني الأنوثة تنبئ بقلة العقل بالضبط. يعني وهذا ظاهر، حاجة غريبة. وهذا ظاهر إذا كنا من الجركس أو الروم أو نحوهم اللي هم الحلوين يعني. فكيف إذن إن كنا من الزنج أو الحبش أو سائر السودان؟ فهو بيعتبر اللون كمان فيه تميز في القدرات الذهنية. فكيف إذا كنا من الزنج أو الحبش أو سائر السودان؟ فلعمري فإنهن إن لم يكن من نوع البهائم فما نوع البهائم منهن ببعيد. يا ربي ده منتهى الإهانة والتحقير. أيوة أخي أنشو، إحنا وضعنا هذا الجزء من تفسير الألوسي
يعني مصور من صفحة رقم 6 من جزء 18 من كتاب روح المعاني اللي هو تفسير الألوسي للقرآن على صفحة البرنامج، لأنه أحيانا بيتم قصقصة أجزاء من نسخ الكتب الإلكترونية اللي على النت نظرا لموقفهم من الأمم المتحدة ودرجة التشييع والعنصرية اللي سجلتها كتب التراث ضد ملك اليمين. أمين، تفضلي. إذن بإجماع القرآن وعلماء التفسير بيتم معاشرة ملك اليمين وإذلالها والنظر إليها كفيء وكسلعة وكشيء مملوك، بغض النظر إليها كمكسب من الحرب. أنا دي من ضمن مكاسبي في الحرب، بغض النظر عن أي مشاعر أو كرامة إنسانية، وهو ما يذعن له الملتزمون إلى يومنا هذا. طب واحد يقول يا أختي لونا واحد يقول دلوقتي إنه الإسلام جاء على مبدأ كان موجود في العالم كله، إن العالم كله كان ماشي بالشريعة دي أو بالعرف ده. إيه؟ جه ليه وقدم إيه جديد؟ بيقول لك إنه هو ما يقدرش يكسر ده، لكن خده تدريجياً، إنه أول حاجة كرم الأسيرة بدل ما هي تبقى يعني باغية أو تتنقل من شخص لشخص، أصبحت ملك اليمين لواحد، وإذا خلف منها طبعاً الولد هيكون للأب وهتبقى هي حرة. فبيعتبر انه نوع من التكريم المتدرج. انا معلش استوقف حضرتك فضلي. هنا لا تطلق حره الا في حاله واحده فقط، وفاته، لكنه لو خلفت منه العيال كمان يبقوا ملك يمين، وعيال العيال يبقوا ملك يمين. الحاله الوحيده اللي تنقذها وتطلقها حره وفاته، غير كده لا. أنا بقول لك كل اللي هيتقال، يعني إحنا دلوقتي ماسكين موضوع حساس، فبقول لك كل اللي ممكن يقولوا أو بيقولوه على صفحات الإنترنت المسلمين، هم بيحاولوا بيوجدوا مبرر أو يوجدوا عذر مقبول. ما إحنا قلنا لأن الموقف حرج يا أخ أندرو، لكن جميع تفاسير القرآن، جميع الآيات الخاصة بملك اليمين بتفاسيرها وجميع الأحاديث الصحيحة بتؤكد ان ملك اليمين هي السريه. طب احنا هنروح بعيد ليه؟ ما هي الدكتوره اهي استاذ الفقه المقارن في جامعه الازهر في القرن الحادي والعشرين، دكتوره سعاد صالح، احنا لسه سامعينها دلوقتي تقول لك لاذلالهم لانها غير مسلمه. يبقى اذا باجماع القران وعلماء التفاسير تعاشر ملك اليمين وتذلها وتنظر لها كفيء، تستخدمها وقتما شئت وكيفما أردت. ولحد النهاردة الملتزمين بهذا الشرع بدون أي تأنيب ضمير، لأن شيء متفق عليه في التفاسير بالإجماع. في قاعدة شرعية أخي أندرو في الإسلام بتقول من كفر بالإجماع كفر بإجماع. بالضبط. يعني حضرتك أو حضرتك لما بتعترض على هذه التشريع أنت بتكفر بالإجماع. الإجماع، بس عشان المشاهد المسيح، الإجماع اللي هو الاتفاق الكامل للعلماء على جوهر معين أو على فقه معين أو على سند معين. مظبوط. فاللي بيكفر بالإجماع كفر من كفر بالإجماع كفر بإجماع. بالظبط. يعني أصبح الإجماع ده اعترض يكفروه. بالظبط، اصبح الاجماع اللي هو كافر بيهم اصبحوا مكفرين، وده اللي بيحصل مع اسلام البحيري وابراهيم عيسى. بالظبط كده. والالوسي بيقول تكمله ليه وما ملكت ايمانكم، يقول والايه خاصه بالرجال فان التسري للنساء لا يجوز بالاجماع. يعني برضو هنا الالوسي بيقول لنا ان المراه لا تتسرى بمملكها، الرجل بس اللي يتسرى بملكات يمينه. يعني الرجالة بس. طيب. وأيضا يقول ابن كثير في تفسيره في جزء 3 صفحة 424 يقول تحرم عليكم الأجنبيات المحصنات ومن المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، أي من ملكتمهن بالسبي فإنه يحل لكم وطئهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك. يعني أدي الآية وأدي أسباب نزولها يا جماعة. في أي ارتباط أو أي التقاء بين تفاسير الكيالي وغيره وبين اللي احنا بنقوله دلوقتي من التفاسير المعتبرة لكل شيوخكم وثقاتكم؟ هو محاولة تجميل لا أكثر يعني. أيوه.
وبعدين تناولنا في الجزء الماضي كيف حدد الإسلام عورة المرأة المسبية من السرة إلى الركبة، فبيعت في الأسواق وهي شبه عارية، يعني يقلبها الرجال بأيديهم كيفما شاءوا. وشرحنا في الجزء الماضي إزاي صحابي زي عبد الله بن عمر بن الخطاب كان من أقرب الصحابة إلى الرسول محمد، كان يقلب في الأمة قبل شرائها بالزبط. ويضع يده يعني في أماكن برايفت من جسدها ويهزها، وكان عنده موظف خاص للكشف متأسفة عن أفخاذ السراري قبل شرائهم. في واحد هيتجوز واحدة بيبعت الموظف الخاص بتاعه يكشف له على هذا المكان قبل ما يشتريها له عشان تبقى زوجة كتابية؟ اربطوا يا جماعة الكلام وفكروا. طيب ازاي يعني انا مش يعني مش مستغرب او متحير كيف يعني قبلنا وكيف يقبلون مثل هذه الامور يعني المسيئة جدا، انه عبد الله بن عمر ده من اكثر رواة الاحاديث عن محمد ومن صحيح. يعني ضلع كبير في الفقه الاسلامي، انه يتعامل مع المرأة بهذا الامر كأن شخص رايح يعاين بقرة او جاموسة اشتراها. صحيح صحيح، وده بيأكد المعاني الموثقة المعتبرة من سقاط شيوخكم ومفسريكم. بالزبط. ما تقدروش النهاردة تعتمدوا على التفاسير الحديثة دي كمجرد محاولة لتخدير الاذهان والضمائر. وإزاي كمان أخي أنجو يعني ملك اليمين اللي كان بيملكهم عمر بن الخطاب أبوه أبو عبد الله بن عمر ده، إزاي كنا يخدمنا في بيت عمر كاشفات عن شعورهن تضرب أو تضطرب ثديهن بحسب الحديث الوارد عن أنس بن مالك في سنن البيهقي الكبرى وقد صححه الألباني. يعني حديث أصبح صحيح. يعني أقر بصحته. كلمة بالزبط. صححه معناها أقر بالزبط. مش كان غلط وصححه، لا. يعني معناها إقرار بأنه صحيح من كبار أئمة المسلمين الألباني. يعني محدش يقدر دلوقتي يقول ده حديث إسرائيلي أو مرفوض أو ضعيف أو ما يقدرش. ما اللعبة دي اللي هم بيدوروا فيها. وهنا برضو أسألكم يا اللي بتبصوا في التفاسير الحديثة وبتحاولوا تلاقوا فيها منفس أو راحة لأذهانكم وضمايركم، هل ملك اليمين بتوع عمر دول كانوا زوجات كتابيات وسيبهم كده مكشوفات الصدور، وهو نفسه اللي كان سبب في تشريع الحجاب لنساء محمد والمؤمنين؟ ده سؤال مهم. طيب فكروا من فضلكم. رجعنا أيضا كيف امتلك الخلفاء السراري بكثرة، وخاصة الخلفاء العباسيين زي هارون الرشيد اللي كان بيمتلك 3000 من السراري في قصره، وإن الخليفة المتوكل على الله الخليفة العباسي التاسع مات مقتولا بين أحضان سراري. ونزلنا لحضراتكم على صفحة البرنامج تقرير بيحتوي على صور لملك اليمين في الزي اللي بيثبت أن عورتها كما حددها الإسلام من السرة إلى الركبة، والتقرير شخص مسلم اللي جامعه، وأكيد اللي أراه اطلع على روايات مشينة عن التعامل معهم والتجارة فيهم والتربح منهم والتفاخر بفحولتهم في افتضاد بقارة عدة سراري في ليلة واحدة. وأخيرا في الجزء الماضي أخي أندرو إحنا استعرضنا من التراث معاملة الفاروق الذي يفرق بشدة بين الحق والباطل عمر بن الخطاب للسراري، وكيف ميزهن عن الحرائر بالزبط. وكان يضرب الأمة إذا لبست الحجاب ويقول لها لا تتشبهي بالحرائر، ووافقه ربه في التشريع اللي جاءت به سورة الأحزاب 59، وبذلك الحرائر كنا يعرفن فلا يؤذين عندما يخرجن لقضاء حوائجهن بالليل، فلا يتبعهم الفجار الذين يمشون في شوارع المدينة ليلا. فلما يكونوا الإماء مكشوفي الوجه والرؤوس يبقى سهل تمييزهم واتباعهم لما يخرجوا لقضاء حاجتهم بالليل. يعني هكذا احتقروا ويعني اتعرضوا لهذه الأمور لمجرد ان هم سبايا حرب. وبهذا طبعا لا يمكن واحد يكون بيعتبر واحدة منهم مراته ويكون بيسيبها تخرج بالليل مكشوفة الرأس أو الوجه عشان فجار المدينة يتبعوها. حطوا كلام ده كله جنب بعض عشان تقدروا تردوا على هذه التفاسير الحديثة.
وعرضنا فيديو للشيخ أسامة الأزهري في الجزء الماضي يعني بيقدم ردود مزورة للتاريخ في الرد على تاريخ عمر مع الإماء، وخلط أوراق ملك اليمين مع آية النساء القواعد ولا علاقة لهما ببعضهما البعض بالمرة. لأن المسلمين اقتنوا عبر تاريخهم من أجمل الجميلات، ما كانوش بيقتنوا النساء اللي كالقواعد، ما كانوش بيدفعوا فلوس في دول، ما كانوش بيتربحوا من دول، ما كانوش بيستمتعوا مع دول. شيخ أسامة الأزهري خالط أوراق هؤلاء بتلك، ما فيش أي ارتباط بين نساء القواعد وبين المرأة ملك اليمين. وهنستمر اليوم أخي أندرو في تسليطنا الضوء على تشريع ملك اليمين اللي امتدت ممارسته من القرن السادس من عصر النبي إلى قرننا الحادي والعشرين. وده اللي هنعمل بقى بيه الرابط دلوقتي يقتلونا. يعني أنت استعرضتي كل الأدلة ورديت على كل المحاولات لبعض المسلمين أن هم يجملوا الصورة أو يتلاعبوا باللفظ أو يحاولوا يغيروا ما جاء ذكره في كتب التفسير سابقا، لكن خلينا بقى نربط الماضي بالحاضر. كيف يفهم المسلمون خريجي الجامعات الإسلامية وعلى رأسها الأزهر المنتمين للجامعات الإسلامية ما جاء ذكره في القرآن بخصوص ملك اليمين، وكيف يمارسون هذا في العصر الحالي؟ تفضلي، اللي هو بقى الأمثلة الحياتية. يعني أنا عايزة أقول أولا أنه يعني في صحفي عمل مداخلة على قناة فضائية أخي أندرو، وحكالنا أن رغم كل اللي احنا بنقوله ده وبنعرضه، حكالنا أن الإعلام لازال مقصر في نقل صورة كاملة عن سلوكيات الدواعش مع نساء غير المسلمين. يعني نشكر ربنا أن احنا بنفتح كتب التراث وبنقدم لحضرات المشاهدين كل هذه الثوابت. بيقول أنه توجد حوالي 1000 فتاة مسيحية محتجزة لدى الدواعش و3000 من أديان أخرى محتجزات لدى الدواعش، يعني ممكن يكونوا أيزيديات صابئيات، بيتم استغلالهم بكل الطرق الجنسية من قبل هؤلاء. المعروف طبعا أن أول حاجة بيعملوها الدواعش مع الأسر اللي بينقضوا عليهم لسبي نسائهم هو محاولة أسلمة هذه الأسر. مثال ذلك مثلا لما انقضوا على أحد الأسر الأيزيدية وأمروهم أن هم يسلموا، الأسرة ارتعبت فتظاهروا بأن هم أسلموا، قبلوا الإسلام ونطقوا بالشهادتين. لكن قائد المجموعة لقى الست جميلة جدا وحب أن هو يسبيها من زوجها، فرجع للأسرة وقال لهم أنتوا مش مسلمين، أنتوا مش مسلمين بجد، أنتوا لا بتصلوا ولا بتصوموا. وبالفعل سبى المرأة الأيزيدية الجميلة من زوجها وقال لها خلاص تنسي بقى موضوع جوزك ده دلوقتي أنا وبس، يعني صارت حلا له بالسبي. فهل الكلام اللي قاله هذا الداعشي لتلك المرأة الأيزيدية هو من الشرع الإسلامي أو أنه يخرج عن حدود الشرع؟ خلينا الأول يعني نسمع هذه المرأة الأيزيدية وهي بتحكي قصتها مع هذا الداعشي بعد ما فلتت من إيدين الدواعش، وبعدين نعلق عن موقف الشرع من تصرف هذا الداعشي. نشوف فيديو رقم 2. أمين. يعني عائلتنا. اي عائلتي هسه انت بقناعتك انت تريدين تصيرين مسلمه لو هم جبروك تصيرين مسلمه؟ ولا يعني هو جبروني يعني يصير مسلمه. جبروك انت إيه؟ يعني متمسكه بمذهبك وبطائفتك. إيه؟ زين، ولا ما شفتي زوجك بقيتي يوم تلافه؟ ايه. ايش قد بقيتي؟ تلافه 6 شهور 5 اكثر ولا ما ادري يعني مو متاكده. ما متاكده بس يعني اشهر. ايه. وراها صار؟ وراها يعني قالوا انتم مو مسلمين يعني انتم ما تصلون. هاي من بده يقول لكم يعني؟ يعني واحد كبير يجيكم للبيت؟ ايه يجي عند يعني كل العائله مو بس عائلتنا. يقول لكم انتم مو مسلمين؟ يقول انتم مو مسلمين يعني انتم ما تصلون. ما زين شو يريد؟ يقول يعني انا راح اخذ نساء وانا راح اخذ اطفال يعني حتى انتم تصير مسلمين. زين، وراها صار؟ وراها أخذوا الرجال كلهم وأخذوا نساء وأخذوا أطفال. نساء العائلة مالتكم يعني؟ يعني كل العائلة مو بس عائلة. كل العوائل. كل العوائل. أكو عوائل هواية بتل أحبار. هواية بتل أحبار. إيه. كل العائلة. إيزيدين ها؟ إيه إيزيدين أكو هواية وأخذوا كل العوائل. زين.
واخذوا نساء يعني اخذوا نساء هواي يعني يرقه الشام. زين انت اخذوك وين؟ اخذوك غير انت وين النساء؟ اخذوني لا يعني بس يعني هو وجا قال يعني انا قلت انا متزوجه قال يعني واحد هي واحده متزوجه ما يصير نحن ناخذ يعني حرام على اساس. انا قلت انا متزوجه قال لا انت مو متزوجه انا قلت ولا زوجي موجود واخذوني. اخذوش من زوجك؟ ايه يعني واحد كبير يعني والي 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 شنو؟ والي تل الاحفر؟ والي تل الاحفر ايه. هو اجى بنفسه عليك؟ ايه هو اجى واخذني وقال لك اريدك انت؟ ايه هو اخذني وعلى بيت يعني واخذني. اخذت شنو يعني زين موقف زوجك شنو كان؟ يعني زوجي مو موجود كل موجود. الرجال يعني اخذوهم بقيت بس انتو؟ بس نساء. قال لك راح اخذك اليش؟ ايه شنو كان موقفك نادية؟ يعني ولا يعني صعب حيل بس يعني شنو صعب يعني؟ شلون يعني؟ صارت بالقوه ولا يعني إيه اكيد يعني انا بجي يعني انا بقول يعني ولا يعني انا متزوجه يعني ما يصير يعني هو يقول لي ما يصير انت متزوجه بعدين قال انا ادري انت متزوجه بجيتي؟ اي هواي يعني وماكو فايده ما فات ولا يعني اكو يعني ترجيتي مثلا اي يعني قال يعني قال يعني لا تفكر يعني خلاص ماكو بس اني بس هو قال يعني لا تفكر يعني ايش يريد ياخذك يريد يعني يتزوجك مثلا؟ ايه زواج يعني قال ايه يتزوجك؟ ايه مو ما قلت لي انه انا على ذمة الشخص انا متزوجه يعني وقال يعني لا ماكو فايده يعني لا تفكري بزوجك يعني خلاص يعني بس اني زين وين اخذك؟ عبد الله فهد تقريبا. شفنا يقتلون التقرير مع الاخت الاذديه اللي خدها الشخص زي ما حضرتك ذكرتي. لو حابه يعني تعلقي او تضيفي شيء ثاني تفضلي. ايه يعني احنا عاوزين نقول نطرح هذا السؤال، هل خرج هذا الداعش عن حدود شريعته مع هذه المراه المتزوجه؟ هو قال لها خلاص، قالت له انا متجوزه، قال لها انا عارف انك متجوزه بس خلاص دلوقتي ما يصير انا وبس. اصبحت طيب. اسيره حرب بالنسبه لي. هل هذه شريعه اسلاميه ولا لا؟ عاوز اقول انه يوجد في صحيح مسلم باب كامل تحت عنوان جواز وطئ المسبية وانفساخ زواجها بسبيها. فاهم يا دكتور كيان؟ يعني اصبح الزواج غير قائم لان المرأة اصبحت مسبية. انفسخ الزواج، جواز وطئ المسبية وانفساخ زواجها بسبيها. الباب ده موجود في صحيح مسلم على أي أساس؟ شوفوا بقى على أي أساس يا جماعة وركزوا. على أساس تشريع قرآني بين قوسين أنزله إله القرآن في غزوة حنين، وهو نص سورة النساء 24 ذكرناه في الجزء الأول، وبيقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يعني المحصنات لا محرمين عليكم، لكن فين الاستثناء؟ إلا ما ملكت أيمانكم. يعني ملكش أي حق في امرأة متزوجة إلا المرأة التي ملكتها بالسبي، فهي حل لك ويجوز لك أن تطئها لأن زواجها من زوجها انفسخ بسبيها وصارت حلا لسبيها. يعني بهذا التشريع القرآني، يعني مش بفتوى، بهذا التشريع القرآني والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وبرضو مش أنا اللي بفسر، خليني أقدم توثيق لأسباب نزول الآية رقم 24 من سورة النساء. ورد في صحيح مسلم جزء 4 صفحة 170 إن رسول الله يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم، يعني انتصروا عليهم وأصابوا لهم سبايا. فكان ناس من أصحاب رسول الله تحرجوا من غشيانهن، اتكسفوا ان هم يعني يمارسوا معهم الجنس من أجل أزواجهم، أزواجهن من المشركين. كانوا بيعرفوا أزواجهم من قبل الإسلام. فأنزل الله في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم، أي هن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. طيب، وجاء في تفسير أبي الحسن الواحدي النيسابوري في أسباب نزول الآية رقم 24 من سورة النساء، خلينا نقرأ أسباب النزول. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري
قال أصبنا سبايا يوم أوطاس، اللي هي غزوة حنين زي ما قلنا. فقلنا يا رسول الله كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن؟ يعني عارفين مين كانوا متجوزين مين؟ يعني احنا بنعرفهم من قبل الإسلام. بيقول له كيف نقع على نساء ضميره مش جايبه قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن. فطبعا ايه، فنزلت الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللناهن. يعني أهو خلاص التصريح والحل جه من الله نفسه، فاستحللناهن. طيب ورد أيضا في تفسير الطبري للنساء 24 يقول وملك اليمين أي السبايا، اسمعوا يا جماعة، أي السبايا اللواتي فرق بينهن وبين أزواجهن السباء، فحللنا لمن صرنا له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها. سمعتوا؟ طيب وعن ابن عباس في نفس التفسير، تفسير الطبري، يقول وفي تفسير والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يقول كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبرأتها، يعني بعد حيضة تبدأ تعاشرها. وعن أبي قلابة في تفسير نفس الآية يقول إذا سبيت المرأة ولها زوج في قومها فلا بأس أن تطئها. وحدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كل امرأة محصنة لها زوج فهي محرمة إلا ما ملكت يمينك من السبي وهي محصنة لها زوج فلا تحرم عليك به. طيب وأورد أخيرا تفسير ابن كثير للآية رقم 24 من سورة النساء يقول وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي حرم عليكم من المزوجات إلا من ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطئهن فإن الآية نزلت في ذلك. طيب هذه التوثيقات يا جماعة التوثيقات المعتبرة يعني اللي موجودة يعني في كل كتبكم وفي تفاسيركم الموثقة قدمناها، يعني أنا عايز أقول إنها بتبرأ ساحة الدواعش تماما من التهمة اللي انتوا لازقينها فيهم وبتلوموهم عليها وبتدوروا على تفاسير جديدة تتنافى تماما مع كل هذه التوثيقات القوية، يعني استباحة سبي ومعاشرة نساء متزوجات، فدول ما بيخرجوش عن شريعتهم القرآنية وواثقين ان اللي هم اللي بيعملوه صحيح 100% وان دي شريعة نزلت من السماء على نبيه محمد، من الله على نبيه محمد والذي لا ينطق عن الهوى. يعني في فكرة جات لي يا اخت نونة من احد الاحباء هنا في القناة بيقول كده انه المسلم ضميره مرتاح لانه شايف ان الامر ده تشريع الهي وشايف ان دي نصوص قرآنية. طيب لو الآية معكوسة بقى، لو الوضع معكوس، ماذا كان موقف المسلم لو ده اللي بيحصل معاه مع اخواته ونسائه وبناته؟ لو في تشريع آخر في دين آخر على سبيل المثال المسيحية أو اليهودية وعندهم التشريع المطابق ده أو المشابه ده اللي موجود في القرآن، تشريع مطابق أو مشابه اللي موجود في القرآن، وهم دلوقتي قاعدين لو في حالة حرب مع أي قوات أمريكية أو إنجليزية أو روسية أو غيره، هل المسلم هيبقى راضي ضميريا بنفس الطريقة اللي راضي بيها وهو متوقع أن إخواته أو مراته أو بنته ممكن تتاخد كأسيرة حرب ويمارس معها الجنس تحت مسمى تشريع حلالي من إله؟ صحيح، يعني
احنا وجهنا هذا السؤال عدة مرات في سلسلة حلقات نساء النبي، وفي الجزء الاول قلنا للمسلمين لو انتوا ساكنين في منطقة الغلبة فيها لديانة اخرى بالزبط. وكان موجود في كتبهم وتشريعهم ان امرأتك او بنتك او امك او اختك تسبى بهذه الطريقة، موقفك يكون ايه؟ مشاعرك تكون ايه؟ هيفضل ساكت برضو ومطمئن كده وراضي ومستسلم ان ده تشريع الهي؟ صحيح. وشايف ان ده تكريم؟ يعني انت تشوف ان ده تكريم لمراتك لما تتاخد في حرب وتروح لشخص تاني هتقول اه يا رب بشكرك لانك بتكرم مراتي انا في حضن واحد تاني؟ انا نفسي يعني ما اعرفش نوصل ازاي بنفضل نتكلم يقتلونا لو في شيوخ بيشاهدونا. انا متاكد ان في شيوخ بيشاهدونا، لو حد يقدر يوصلنا بالدكتوره سعاد صالح اللي هي بتعتبر ان ده اذلال وفي نفس الوقت قالت في حديث اخر ان ده تكريم. انا نفسي اقول لها كده، لو انت وقعتي اسيره حرب وشخص خدك ومارس معاك الجنس، هل وعنده تشريع بيقول كده، هل هتعتبري ان اللي بيحصل فيكي ده تكريم إلهي ليكي كامرأة؟ ولو أتيحت لك الفرصة إنك تفلتي من إيد الدواعش وتخشي بيتك تاني، أنت وأنت بتبصي كده في عينين زوجك أو عيون أولادك اللي عارفين إن أنت راجعة من بيت راجل كان بيعاشرك جنسيا، وموقف زوجك وأولادك إيه؟ خلينا أخي أندرو ننتقل إلى حالة مسبية أخرى وقعت في إيد الدواعش لمدة 3 شهور وبتحكي عن سبي الدواعش للنساء واستغلالهم جنسيا وعن اختيار رجال كبار في السن في سن 70 لبنات في عمر 9 والعاشرة لمعاشرتهم. طيب لو تتذكر في الجزء الماضي احنا قرينا من مقال الأستاذ علي الحسيني اللي كان على موقع المرضى استنكاره لتصرف الدواعش في معاشرتهم للطفلة قبل سن البلوغ. خلينا نستمع أولا لهذه المسبية واللي فلتت من قبضة الدواعش بعد 3 شهور من سبيعها، وبعدين نعلق إسلاميا على تصرفات الدواعش ومدى مشروعيتها إسلاميا. نشوف فيديو رقم 3 لو أمكن. تفضل. بقيت مع داعش 3 أشهر، كانوا أكو جنسيات من مختلف الدول، من جنسيات عراقية، من جنسيات سورية، من جنسيات سعودية، من جنسيات أوروبية، أكثر من جنسية. طبعا أبو بكر البغدادي زارنا بوقت اللي كنا مسجونين، بس هم طلبوا منا إنه ما نشوفوا وجهنا، حتى قال إذا هو يشوف وجهكم هو يأخذ البنات، أي بنت تشوف وجهها هو يأخذها معه لسوريا. لازم أنتم تسوون الأكل، تعدون الطعام له. قال وقت اللي رحنا على المطبخ إجوا الحراس وقفوا فوق رؤوسنا حتى ما نحط شيء بالأكل. بقى تقريبا ساعة وبعد راح من عنا، بعد ما راح من عنا أخذ كل الأمراء معه. ذات الآب تم القبض علينا من السجاد، بعد بساعتين نقلونا إلى الموصل، ثم الفراق بيني وبين أهلي أنا وأختي كنا سوا، نقلونا إلى الموصل. بعد ما نقلونا إلى الموصل نقلونا إلى قاعة جالكسي، قاعد جالكسي موصل. بقينا 15 يوم بقاعد جالكسي. نفس اليوم اللي وصلنا بقاعد جالكسي طلبوا منا نسلم دين الإسلام، طلبوا منا نغير الدين على دين الإسلام، طلبوا منا الاغتصاب والإهانة، طلبوا منا أكثر شيء مأساة للنساء والأطفال، فرقوا النساء عن الأطفال، فرقوا البنات عن النساء، ثم اغتصابهم قدام عين الأمهات، ثم اغتصاب البنات من أكثر من شخص، ثم اغتصاب البنات
ثم بيعهم بسوق الدراق. بقينا أيام بسوق السبائت موصل. يوميا يجون الأمراء يختارون البنات بعمر 14 سنة وبعمر 9 سنوات، الرجال 70 سنة يختار بنت ب9 سنوات يختار حتى يستمتع معهم. ثم نقلنا إلى بعاج. أنا عايز أعرف موقف المعممين اللي قاعدين دول والخلايجة والسعوديين اللي قاعدين في الحوار ده، موقفهم إيه وهم بيسمعوا الكلام ده؟ هل برضو هيصروا إنه داعش لا تمثل الإسلام وإن هذه هي تصرفات إجرامية من داعش، ولا هيرجعوا لكتب الفقه والتراث وتفسير القرآن عشان يشوفوا إن داعش ما إلا إنعكاس لصورة كانت موجودة في الماضي؟ بالظبط. يعني هل استغلال البنت جنسيا قبل سن بلوغها امرا غريبا عن القران او سلوك نبي الاسلام؟ الم يعاشر نبي الاسلام عائشه جنسيا في سن 9 اي قبل بلوغها؟ الم سوري يعني يفاخذها ويستحل جسدها في سن 6 إلى 9 فيما دون الايلاج؟ وبما ان هؤلاء الطفلات المسبيات هن فيء لملكهم، اذا يستطيع المالك أن يستخدم ما أفاء الله عليه كيفما شاء. وسبق وأوردنا لابن قيم الجزية من كتابه بدائع الفوائد أن من يسبي طفلات صغيرات يستطيع أن يستخدمهن جنسيا أيضا فيما يسمى بعملية متأسفة الاستمناء. فقد ورد في كتابه ذاك في باب الإطناب في الإجابة فصل الاستمناء أنه إذا كان المسلم صائما في نهار رمضان ولا يريد أن يفسد صيامه أو صيام زوجته وألحت عليه الشهوة وهو صائم فيمكنه الاستمناء بيد الطفلة المسبية. هكذا يمكن استخدام طفلات صغيرات بريئات في لتفريغ شهوة جنسية غريبة على سنها وينتهك فيها براءة طفولتها. فسلوك الدواعش مع الأطفال أخي أنجو لا يخالف الإسلام. شاهدنا يعني فيديو لدواعش 70 أطفال سوريات صغيرين وبيتجروا بيهم بيبعوهم، وعشان يكون في إقبال أكتر على الشراء بسعر كويس بيحفظوهم آيات من القرآن تحت مشاعر الرعب والخوف لهؤلاء الأطفال. خلينا الأول نشوف هذا الفيديو أخي أنجو. الطفلة اللي قاموا بتحفظها لبعض صور القرآن وبتسمع أمام الجماهير وهي مرتعبة، وبعدين نعلق إسلاميا. طيب هناخد الفيديو بعد كده هناخد تليفون معنا أخونا خضر من فلسطين، يعني بدل ما التليفون يقع وهو بيتصل من فلسطين ناخده تليفونه بعد كده نرجع للفيديو. تفضل أخونا خضر من فلسطين، أهلا بيك. أهلا بيك، تفضل لو امكن تسمعنا من التليفون بس، واي لو اعجم بكمبيوتر او تلفزيون من فضلك تبعد عنه عشان الصوت ما يعملش صدى، او تقفل التلفزيون خالص لو امكن. الو، اخ خضر، اخ خضر، الو، أخ خضر، ألو، تفضل. أهلا بيك، تفضل. ألو، هل الخط فصل؟ السلام عليكم. أهلا بيك يا أخ خضر، لو تفضل أنت على الهوا لو تكلم على طول لو أمكن. ألو أخ خضر، في مشكلة في التواصل، ما أعرفش المشكلة فين، هل ما زال معانا ولا فقدنا الاتصال؟ طب أخ خضر احنا عايزين نسمعك، اتفضل. لا في مشكلة، لو يعود الاتصال أو ناخده مرة تانية. أخ خضر لو حابب تدخل معانا، أخ خضر، أخ خضر، لا في مشكلة، لو حابب تدخل معانا من فضلك تقفل الجهاز خالص تلفزيون أو كمبيوتر، ويعني أول ما تدخل على الهواء من فضلك يعني تقدم تعليقك أو سؤالك اللي حابب تشارك بيه معنا. نرجع لفيديو رقم 4، دواعش
يبيعون طفلات سوريات بعد تحفظهم القرآن. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نستكمل موضوعنا مع الأخت لنا. تفضل. انتشرت صورة لأحد إرهابيي داعش وهو يمسك طفلة ليحرج على بيعها كسبية. الصورة وجدت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت الطفلة في الصورة وملامح الرعب تعتري ملامحها البريئة، بينما يمسكها الإرهابي بقوة زادت من خوفها. ومن خلفه ظهر مجموعة من الإرهابيين الذين يتنافسون على شراء هذه الطفلة غير مراعين لطفولتها وصغر سنها. الصورة خلفت كما هائلا من الغضب بحق داعش الذي لا زال أفراده يشوهون صورة الإسلام وجعلوا منه دينا مرتبطا بالجنس والنحر والقتل، فيما أن المفارقة العجيبة جعلت الصراع على الجواري يهدد بتفكيك تنظيم داعش. ايش هتعطينا يا رغد؟ صورة الأحد اللي سلب الناس اسمها صورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما شاء الله يعني خشوع تام القرآن. ايش كمان؟ أعطينا صورتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أنا أعتقد أنها هي تفتح والله يعني ما شاء الله. مين حيربح؟ مين؟ مين مين؟ ما سمعت مين؟ رغد. رغد تربح. إيش حتعطينا كمان؟ بس هدول. أنت ليش تبكي يا رغد؟ حتعطينا حديث؟ يعني هل في عاقل يقبل الطريقة دي؟ القهر اللي بيمارسه الشخص ده وبيمارسه الدواعش على الأطفال عشان يحفظوهم آيات قرآنية أو يحفظوهم أحاديث نبوية، هل في عاقل يقبل الصورة دي؟ هل في دين؟ هل في إله؟ يعني هذا مش عارف أسميه إيه، هذا الشخص اللي فقد عقله للأسف، هل يتخيل إن إلهه اللي بيتعبد ليه قاعد مسرور في السماء في الأوضة اللي هو موجود فيها، مسرور إنه بيقهر طفلة صغيرة زي دي وبيجبرها في مشهد كبير نتسمع آيات قرآنية بحيث إن هو فيما بعد يعلي سعرها؟ يعني أنا عايز أعرف إيه الإله ده؟ يعني إيه تصورهم للإله ده؟ اللي قاعد مسرور إن هو بينحر يشوف البشر بينحروا بعض وبيشوف شخص فقد عقله، فقد ضميره، ماسك طفلة بيقهرها بالطريقة دي، هل ده أمر يسر إله؟ هل ده أمر يكرم دين؟ هل ده إكرام للدين؟ هل ده إكرام لنبي بتتبعه ليه؟ هل ده الإسلام؟ هل ده الإسلام اللي بتقدمه للعالم؟ هل ده حلمك تجاه دولة الخلافة؟ إن هذه دولة الخلافة تكون بهذه الصورة، والشخص بقى التاني اللي مريح ضميره تحت عنوان وشعار أصبح بايخ مش مقبول إنه هؤلاء لا يمثلون، يا سلام، طب أنت عملت إيه للإسلام؟ يعني عبرت إزاي إن هؤلاء لا يمثلون الإسلام؟ إيه دليلك إن هؤلاء لا يمثلون؟ هؤلاء قدموا الأدلة وقدموا التشريع وقدموا النصوص القطعية، أنت ماذا قدمت؟ ولا قاعد تحت التكييف أو خلف إضاءة أو خلف كاميرات؟ هؤلاء لا يمثلون الإسلام، عملت إيه لطفلة زي دي مقهورة؟
ما موقفك؟ ما موقف العالم الإسلامي؟ حكومات الإسلامية ما موقف أمام طفلة مقهورة بالشكل ده؟ واقف شخص زي ده يقهرها ويجبرها أنها تسمع آيات قرآنية في مشهد عشان يفتخر أنت، عشان يفتخر بدولة الإسلام، عشان يفتخر أن في أطفال بتسمع آيات قرآنية. أنت عملت إيه؟ عملت إيه يا حكومات إسلامية؟ المجتمعات الإسلامية، المجتمعات الأهلية الإسلامية عملت إيه؟ موقفها إيه؟ فين ضمير الإسلام؟ فين ضمير الإنسان المسلم؟ فين ضمير الإنسان على مستوى العالم؟ هل شهدنا مظاهرات تساند وتطلب حق طفلة مقهورة زي دي؟ تفضل يقتلون. يا أخي أنجو الداعشي أو المسلم الملتزم بصفة عامة يستطيع أن يبيع فيئه من الطفلات الصغيرات، ويستطيع أن يعاشرهن جنسيا ويستخدمهم في سلوكيات جنسية، ودينا هو وثقنا من المراجع هذه الأمور الصعبة. يستطيع إن أراد أن يتزوجها زواج شرعي كمان، وهو في كل ذلك لا يمس بالشرع أي مساس سيء، لكن تحت بند المشروع منه. أمين. يعني هستأذنك ناخد تليفون معنا أختنا فادية من شيكاغو، تفضلي بعد كده نرجع لك يا أخت لونا. تفضلي. ألو. تفضلي. أهلا بيكي أنت على الهواء. أهلا بيكي. أيوة. ألو. تفضلي حضرتك أنت على الهواء. تفضلي. سلام ونعمة أخ أندرو. سلام الرب. أهلا بيك. تفضلي. بقول لحضرتك أنا بس هي ليا ثلاث أسئلة فيش مش يعني مش مخصصين لنفس الحلقة ملكات اليمين، بس نفسي حد من زي ما حضرتك بتقول والأخت لنا بتقول حد من شيوخ أو شيخ الأزهر أو 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 يردن على الثلاث أسئلة دول. السؤال الأول تفضلي. تفضلي. الأول صحيح بيقولوا القرآن جاي من عند ربنا ونازل من عند ربنا وكلام ربنا، طيب يطلعوا لي كلمة واحدة أو آية واحدة تدل على المحبة والسلام. دي أول سؤال. السؤال الثاني لو فعلا محمد اللي هو حفن التراب وجنسي أو شهواني أو 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 يقول لنا عمل معجزة واحدة تدل إنه هو نبي مرسل من عند ربنا. دي نفسي حد يرد علي. السؤال الأخير إن هم بيقولوا أو بيتهمونا إن إحنا بنعبد ثلاث آلهة، الأب والابن والروح القدس، هو إله واحد أمين في الآخر. طيب هم نفسهم بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، وهو دول ثلاث حاجات، الأب اللي هو الأب اللي في السماء، الرحمن اللي هو الابن، الرحيم اللي هو الروح القدس. فإذا نفسي ومنع عيني بعد سني ده كله 65 حد يرد عليا عن طريق حضرتك طبعا، لأني أنا متابعة حلوة جدا لحضرتك في البرنامج كل يوم جمعة، ونفسي يرد لي على الثلاثة دول يثبت أن فعلا القرآن أو ده أن ده فعلا كلام الله، لأن كل اللي بيقولوه شياطين، وكل شيخ بيطلع بفتوى ويقول لك قال رسوله وقال فلان وقال علان. أنا متشكرة لحسن استماعك يا إبني. أشكرك. يعني دي أسئلة مهمة جدا وطرحناها كتير وما زلنا بنطرحها على أخواتنا المسلمين، لكن خلونا نكون مركزين في موضوع الحلقة. أنا نفسي، أنا متأكد إن في ناس كتير جدا مسلمين بيشاهدونا، نفسي ادخل يا أخي قدم لنا الإسلام. أنا نفسي تدخل تقولي هؤلاء لا يمثلون الإسلام، يعني نفسي ادخل قول كده، يعني اتكلم على الهوى، قول إن هؤلاء لا يمثلون الإسلام وقدم لنا الأدلة. يا أخي أنا بقول لكل شخص مسلم، أنا بدي لك فرصة من خلال شاشة القناة النهاردة أو من خلال القناة تبشر بإسلامك. ادخل بشر بإسلام، ادخل قدم لي الإسلام الصحيح اللي أنت بتظن أن فيه هناك نسخة من الإسلام صحيح، وأن الإسلام الداعشي أو بتاع جبهة النصر أو ده إسلام مسروق أو إسلام مصنوع أو إسلام يعني تحت مؤامرة الصهيو أمريكية زي ما بترددوا أو أي شيء زي ما بتقولوه. ادخل قدم لي الإسلام الصحيح وادخل رد على الكلام اللي سمعته من الإثباتات والآيات القرآنية الكثيرة اللي بتكلم عن ملك اليمين في القرآن. ادخل اشرح عنا، ادخل اشرح، علمنا على الهوى ايه هي آيات ملك اليمين، ماذا كان يقصد القرآن من نكاح ملك اليمين. وفي أكتر من كده فرصة، نحن بندي لك الفرصة تتكلم عن إسلامك. مفيش قناة إسلامية بتعمل كده،
لا احنا بقى النهارده بنقول لك بندي لك الفرصه ادخل الكلام. ادخل رد علينا اتكلم ما هو موقف الاسلام من ملك اليمين ولماذا ذكر ملك اليمين في القران وماذا كان يقصد اله الاسلام من ذكره لملك اليمين وكيف فهم محمد وصحابته ايات ملك اليمين في الزمن الاول زمن وجود القران وزمن وجود محمد. هل دي اسئله صعبه عليك؟ وهل هؤلاء فعلا دواعش لا يمثلون الاسلام؟ وما حجتك لذلك وما دليلك على ذلك؟ اتفضلي يا اخت لونا. خليني سامعني حضرتك؟ اتفضلي. الو خليني بس رغم ان الاخت سالت اسئله غير متعلقه بالحلقه بس انا عايزه اقول لها بسرعه ان بسم الله الرحمن الرحيم مش معناها بسم الاب والابن والروح القدس. لا هي مع هي تحيه سريانيه اساسا المسلمين اخذوها عن السوريان كانت بتبدا بيها الاجتماعات والعظات بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الاله المحب المحبوب. كلمه الرحمن معناها المحب ده اسم فاعل وكلمه الرحيم اسم مفعول بمعنى المحبوب. خلينا نرجع تاني اتفضل. يعني عايزين ننتقل الى مثال حي اخر اتفضل. وهو حاله امراه من كردستان العراق صبيت لداعش لمده عامين وبيعت أكثر من مرة واستغلت جنسيا كثيرا وتم اغتصاب بنتها من قبل الدواعش أمام عينيها وهي أم جنار. خلينا الأول نسمع حكايتها وبعدين نشوف مدى مشروعية هذا الكلام إسلاميا. طيب نشوف فيديو رقم 6 لأم جنار. هل بيكونوا لابسين إذا من تنظيم داعش بيكونوا لابسين لبس معين او بيقولوا كلام معين او كيف تعرفوا انه هن داعش عشان انتوا بلكي حدا بده يساعدكم واخر شيء طلعوا داعش ولا كانوا يقولوا لكم؟ لا ملابسهم يعني واضح هن داعش ومن لحى مالهم مبينون. شو بيقولوا لكم لما يفوتوا لما نقلوكم من البيت اللي كنتوا فيه بالجبل؟ قصصت للايزيديين في كردستان العراق روت لاخبار الان ماساتها مع داعش منذ الايام الاولى لاجتياحه سنجار وكيف قتل الرجال في المدينة واحتجز النساء ومارس أساليب تعذيب متنوعة ضد ضحاياه. لنتابع حديث أم شنار عن أيامها الأولى في سنجار قبل أن ينقلها داعش إلى تل عفر مع عشرات العائلات. أمش جندي كوجونا أم وكيكا تصاب هاتي سريع شنقال هاتي وداعش هاتي عراقي أم تم احتجازنا بمدرسة كوجو في سنجار لخمسة عشر يوماً حيث أخذ مقاتلو داعش منا كل أغراضنا ثم قاموا بأسر الرجال وبعدها سمعنا أصوات إطلاقات نارية عليهم ثم قاموا بأخذ النساء إلى بناية معهد تقني في منطقة سولاغ التابعة لسنجار حيث سجلوا أسماءنا هناك وعزلوا الفتيات عن المتزوجات ومن بينهن ابنة البالغة من العمر 11 عاما. زي نيرو أمها مكرنا مدرسة. شهادة أم شنار كشفت أيضا أن داعش لم يكتفي بقتل الرجال والأمهات المسنات بل قام بتجنيد الأطفال الأيزيديين ممن تتراوح أعمارهم بين 17 أعوام ضمن صفوفه وهو ما يعرف حاليا بأشبال الخلافة إلى جانب الاستمرار بالتعذيب الجسدي داخل مبنى معهد تقني اتخذه داعش معتقلا له في سنجار. المدرسة وزلامين ما همو مقاتلو داعش اعتقلوا من العائلات أيضا الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 17 أعوام وبعد أن يحل الليل كانوا يتناوبون على توجيه الضرب المبرح إلينا من دون أسباب. كنا نسمع أصوات أليات حفر شفلات وهي تحفر حفرا كبيرة قرب مقر المعهد الذي كنا محتجزين فيه. علمنا بعد ذلك أنهم قتلوا العديد من الأمهات لا سيما كبار السن وتم دفنهن هناك. وبرغم عمق جراح أم شنار بسبب تعرضها للاعتداء على مدى السنتين إلا أنها أصرت على مواصلة الحديث إلى أخبار الآن من أجل كشف ممارسات داعش الوحشية تلك الفترة التي تم خلالها نقلها إلى معقله الآخر في تل عفر تمهيدا لبيعها إلى داعش في سوريا حيث جرى بيعها بأربعة عشر ألف دولار. بعد ثلاثة أيام أخذونا إلى معقل داعش في تل عفر وبقينا محتجزين هناك لثلاثة أشهر داخل مبان ومنازل مهدمة في القرى
حيث قاموا بتفتيش العائلات المحتجزة بحثا عن الفتيات، وتم أخذ معظمهن من قبل أحد أمراء داعش في العراق الذي بعن إلى ولاة داعش في سوريا الذين بدورهم نقلونا إلى مدينة الرقة. هناك وضعونا داخل مزرعة لم يعطوننا أي طعام أو شراب، ثم بدأوا يخرجوننا على شكل مجموعات بمعدل 5 أو 6 عائلات يوميا تمهيدا لبيعنا في سوق السبايا. هناك تم بيعنا $14,000 مقابل كل واحدة منا. دي دولة الخلافة اللي المسلمين بيحلموا أنها تكون. المفاجأة أنه 85% من الذكور أو من السعوديين يؤيدون بقوة داعش ويرون أن داعش هي بالفعل ما تطبق الإسلام الصحيح الذي تواجد في زمن محمد. والمفاجأة أن كثير جدا من الشباب في مصر يؤيدون داعش، والمفاجأة الأكبر أننا لم نرى مظاهرة واحدة أو حشد واحد في أي عاصمة عربية أو إسلامية تندد بأفعال داعش. إذن عندما نرى أن العواصم العربية والإسلامية في صمت على إجرام زي اللي بنسمعه ده، معناه أن الصمت يعني الموافقة. إذن الشعوب العربية والإسلامية توافق على إجرام داعش تجاه المرأة بصفة خاصة. تفضل يا أختنا. يعني أخي أندرو، عايز أعرف بأي عين ممكن شخص يطلع تاني على أي شاشة من شاشات العالم ويقول إن داعش لا تمثل الإسلام؟ ولو أنت شايف إن هي لا تمثل الإسلام، ليه أنت ما نظمتش مظاهرة بنفسك من مجموعة عشان تطلع تندد بإن داعش لا تمثل الإسلام؟ بالظبط. سواء كنت شيخ أو أزهري، دكتور أو whatever. لا، والدليل القاطع يقتلونا إن كل شخص بيحاول يجمل الإسلام وينفي عنه التهمة ويضرب في كتب السنة والتراث بيعتبروه أنه هو مهارتك أو بيعتبروه أنه هو مبتدع، وبيروحوا مقيمين عليه يعني عدة من القضايا ما تسمى في مصر ازدراء الأديان. ولنا على سبيل المثال إسلام البحيري ومحاولة مع إبراهيم عيسى، وبكرة محمد عبد الله نصر الشهير بالشيخ ميزو عنده 5 قضايا ازدراء أديان. يعني ده معنى كده ان انت بتدافع عن كل ما هو في قرآنك وتراثك. بيدافع عن التراث وبيستميت في الدفاع عن التراث. بيستميت في الدفاع عن التراث. طيب يبقى بأي عين او بأي وش انت بتقولي ان داعش لا تمثل الإسلام؟ ده انت بتهاجم وبتحارب اللي بيحاولوا حتى يهدوا المواقف وان كان يعني بشيء من الهرطقة، بس على الأقل بيحاولوا يهدوا الدنيا شوية. في البعض بيعتبر أن داعش صحيح بتطبق الإسلام، لكن بتطبق في زمن لم يكن المسلمين ممكنين. ما هو في الوقت ده، في الحالة دي أخي أنجلو، معناها أن إحنا ما بنتكلمش عن القرآن على أنه دستور للمسلم. القرآن كتاب تاريخ. بالضبط. أصل الموضوع مأزق حرج. طيب احنا سمعنا الست ام جنار اللي انتهكت حرمة جسدها، واللي يعني اغتصبوا بنتها قدام عينيها، ولما نرجع للتشريع الاسلامي نلاقي انه يجوز شرعا الجمع بين الام وبنتها في الوطء بملك اليمين. ورد في سنن البيهقي في جزء 7 صفحة من 163 ل165، وكذلك ايضا في المغني لابن قدامة في جزء 7 وصفحة 493 عن ابن أبي داود، عن علي بن أبي داود الأصفهاني، إن الجمع بين الأختين في ملك اليمين حلال طلق، والجمع بين الأم والابنة غير محظور. وبالتالي لم يخرج هؤلاء الدواعش عن شرائعهم في اغتصاب الابنة مع أمها أم جنار. ونقدر برضو أخي أنجلو ننتقل إلى حالة فتاة أي زيدية فلتت أيضا من إيد الدواعش بعد سبيها، وهي الآن في ألمانيا، استضيفت على برنامج شباب توك عشان تحكي قصة سبيها وسبي أهلها وعشيرتها من وقتل الرجال والمسنين من عشيرتها واستبقاء النساء للاستغلال الجنسي. خلينا نسمع قصة هذه الفتاة وهي بتحكيها، وبعدين برضو نعلق على مدى مشروعية تصرفات الدواعش معها. أمين، نشوف فيديو رقم 6 اللي كان ظاهر من شوية. تفضل.
داعش بيكونوا لابسين لبس معين او بيقولوا كلام معين، او كيف تعرفوا انه هن داعش؟ عشان انتم بلكي حدا بده يساعدكم واخر شيء طلعوا داعش، ولا كانوا يقولوا لكم؟ لا، ملابسهم يعني واضح هن داعش، ومن لحى مالهم بيبينون. شو بيقولوا لكم لما يفوتوا، لما نقلوكم من البيت اللي كنتوا فيه بالجبل؟ انتوا كنتوا كم شخص موجودون؟ كم نساء؟ يعني اخذوا الرجال بقيتوا انتم النساء؟ يعني اقول لك يعني كثير اشخاص من النساء والاطفال، يعني اكثر، يعني الرجال 95 وهن اكثر من عدد الرجال. فاتوا على البيت وقالوا لكم يلا؟ ايه طلقوا النار، قال ما حدا يتحرك. وقالوا شو كنتوا تعملوا انتم بهيك لحظه؟ انت شخصيا أنا شخصيا كنت أمسك بإيد أمي، كنت خايفة كثير. كان عمرك 15؟ إيه، كنت أقول لأخواني، أنا كان عندي أخ دكتور، كنت أقول له لا تتركني، لا تخلي هذول ياخذوني. وأخذوا هو، دلت ويا أمي، مسكت بإيدها وبكيت كثير كثير. قل أخذوا أخواني وهيجي، ما كنت طفلة، كنت أبكي على أخواني وأبوي. بعدين راحوا ونصر نسمع صوت الطلقات والصياحات، الله أكبر الله أكبر. بعدين أخذوكن على سنجار. شو اللي حدث وين كنتوا بسنجار؟ أنتوا مع السيدات بسنجار كنا ببيت إيزدي، كان أكو بيت إيزدي كتير كبير. خلونا بي ساعتين هيجي صار الليل، وأخذونا على تل العفر. على تل العفر مع والدتك؟ كانت مع والدتي. كم من الوقت بقيتوا بتل العفر؟ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. وين كنتوا قاعدين؟ بالمدرسة، مدرسة كبيرة كنا عايشين. نساء. نساء وأطفال؟ يا. أوكي. بعدين؟ بعد 10 شخص أو 17 سيارة؟ 17 سيارة. عديتيهم أنت؟ لا كانوا يعني كثير أشخاص. أوكي. أجوا قال يعني فرقوا الرجال والنساء والأطفال من بعد. ده مرة تانية وثالثة ورابعة، دي دولة الإسلام، دي دولة الإسلام. لو حد عنده دليل إن اللي بتفعله داعش لا يمثل الإسلام ويهين الإسلام الصحيح، اطلع قدم لنا الإسلام الصحيح. لكن الصمت ده معناه موافقة، أو معناه لما عندكش الجرأة إنك تطلع تنفي الكلام ده أو تتكلم وتقدم اي حاجه. خلونا ناخد معانا الاستاذ لطيف شاكر، استاذنا الفاضل لطيف شاكر، برحب بيك حضرتك، اتفضل. اهلا بيك، تحياتي ليك والاخت الفاضله المحترمه السيده لولا. اتفضل. انا عايز اقول لسعادتك احنا بنتكلم عن داعش. انا عايز اسيب موضوع داعش لان بقت اسطوانه مشروخه، والكل عارف كويس جدا من هم داعش، والكلام ان دول مش الاسلام والكلام الفاضي اللي بيتقال. لا، انا كان عايز بقى اوجه الكلام الى مصر. مصر بناتنا بيتخطفوا، بناتنا بيتغرر بيهم بشكل كبير جدا. هم مش فاهمين حته ملكات اليمين وداعش. لا، احنا مش داعش يا جماعه، ده احنا الكلام بتاعهم، احنا مش داعش، ده احنا مسلمين معتدلين، تعالوا معانا نتجوزكم، مش عارف نعمل ايه، والكلام الفاضي اللي بيتقال. توجيه كلامك وكلام استاذه نونا، انا عايزه للاقباط الموجودين في مصر نفس الوضع. اذا كنا شفنا بنت سنها 8 سنين حصل في مصر، 9 سنين اتخطفت، من 12 ل 14 سنة بيتخطفوا، موجودين في بيت. لو سيادتك قريت ماذا يقول المجرم ياسر برامي في موضوع يعني سخيف اللي هو نقع الترمس، طبعا بيقصد بيها حاجة يعني شهوانية ضد المرأة، وبيقول ان هم بيكبروا في ظلنا ويأسلموا. يعني الموضوع على قدم وساق في مصر، وأعداد كبيرة جدا، والموضوع ده منتشر في الخارج. يعني معهد جيتستون للدراسات الدولية في نيويورك قرر إن في أكثر من 550 حالة اختطاف وتهريب قسري
للنساء والأطفال والأطفال المسيحيين. برضو موقع شبكة فوكس نيوز الإخبارية قالت هذا الكلام، قال لك معظمنا قاصرات في سن الطفولة. هو دلوقتي المسلمين بيقولوا احنا مش دعوة داعش، احنا هو ناس معتدلين. ادي المعتدلين، ادي المعتدلين بيعملوا ايه. صحيح. الموضوع ده متفشي بشكل واضح جدا، وباذن الله نعمل حلقه كبيره على هذا الموضوع نتكلم فيه باسهاب، لان الموضوع زاد وكتر اكتر من لازم. امين. لازم نتكلم فيه بنعمة الرب باسهاب ونحدد المواقف والاوضاع. انا عندي اعداد كبيره من البنات الصغيرين بياخدوهم بيحطوهم في بيت معين، وبعدين مش عارف ايه حتى يعني في شبكه مختلفه الترفيهين والازهر والامن. ده موضوع خطير يا استاذ اندرو. بالظبط. ليس موضوع سهل. فاحنا عايزين نركز في هذا الموضوع. حاضر. يعني راتب مع حضرتك حاجه ونتكلم عن اسلمه وخطف البنات واجبارهن على الاسلمه تحت التهديد او تحت الترغيب او في مصر. ده موضوع مهم جدا وانا اتفق فيه مع حضرتك جدا. ربنا يباركك يا استاذ لطيف، انا بشكرك جدا. معانا تليفون تاني، اخونا بيتر من مصر. اتفضل اخ بيتر. مساء الخير يا استاذ اندرو. اهلا بيك حبيبي. اتفضل. يعني مش عارف حضرتك ازاي منتظر ان حد يقدر يطلع يقول لك ان داعش لا يمثل الاسلام. انت يعني مش فاهم، انت منتظر ازاي حد يطلع يقول لك كده اذا كان قيادات داعش وبوكو حرام خريجين الازهر بالظبط وجبهه النصره. فازاي هيطلعوا حد يطلع من الازهر او من السعوديه يقول لك انهم لا يمثلوا الاسلام؟ هو اللي بيعملوه داعش في الوقت الحالي مش صوره طبق الاصل من عمليه السطو المسلح اللي عملها عمرو بن العاص على مصر. بالظبط. هو احنا بنشوف عصر محمد وصحابته من خلال داعش. بالضبط. هم بينفذوا الاسلام بحذافيره. فاذا كان في الوقت الحالي احد المسلمين الوسطيين او شخص زي الاستاذ ابراهيم عيسى له وزنه كاعلامي، اقترح بس على وزير التعليم ان الموعظه على الجبل تدرس لطلبه الابتدائي والاعدادي لجميع الطلبه مسلمين ومسيحيين، اترفعت عليه قضيه ازدراء الديان. بالظبط. فيعني احنا في مجتمع يا بيتر احنا في مجتمع وهابي من الدرجه الاولى. طبعا احنا دوله دينيه وهابيه من الدرجه الاولى وبامتياز يعني للاسف. احنا بس شاطرين يعني. احنا شاطرين بس ان هؤلاء لا يمثلون الاسلام، لكن زي ما كان بيقول الاستاذ لطيف وشاطرين ان احنا ندعي ان احنا بنغير الخطاب الديني وبنجدد الخطاب الديني. ده كلام فاضي كله. يعني ان احنا نقول ان احنا بنحارب الارهاب، اولا احنا ما بنحاربش ارهاب، احنا بنحارب ارهابيين او اعداء نظام فقط. ثانيا احنا ما بنجددش خطاب ديني، انا مش شايف خطاب ديني بيتجدد. هي نفس الخطب على المنابر للسلفيين وياسر برهامي واعوانه مطلوب لهم حريه الكلام على المنابر. فانا مش عارف حتى ايه وجه الـ يعني هتبقى شكلها ايه العلاقه بين مصر وامريكا لما مثلا واحد زي دونالد ترامب يكتشف ان تجديد الخطاب الديني ومحاربه الارهاب والكلام ده كله كلام غير مطابق كلام اعلام. هيبقى ايه شكل العلاقه؟ يعني مش فاهم يعني. وده دورنا بيتر، يعني انت كشخص عابر وانا كعابر والاخت لونا كتير من العابرين، دورنا لا نتكل على انه هناك هيكون في صحوه من المسلمين تجاه الكارثه اللي هم عايشين فيها. لا مش هنسمع اي حاجه غير العبارات اللي اصبحت زي ما قال الاستاذ لطيف عبارات مشروخه والناس زهقت من كتر سماعها ان هؤلاء لا يمثلون. وعلى ارض الواقع بنشوف كوارث من خطف بنات من اسلامه اللي قال عليه الاستاذ لطيف شاكر. الاختفاء القسري اللي بيحصل في مصر ده وما بيتخطفش غير البنات المسيحيه الا بعد سن يعني وما بيظهروش الا بعد سن معين ويكونوا معاهم اولاد. فدي كارثه يعني وكلها ممنهجه، يعني كلها حاجات ممنهجه. بالظبط. يعني انا بشكرك جدا يا بيتر، وبنعمه الرب هنجهز لحاجه زي كده. لكن انا عايز اقول انه الاستاذ ابراهيم عيسى جسد جزء في رواية مولانا للبعض اللي شاف الفيلم، وهو بيشوف صورة البنت اللي أبوها كان سكير وكان بيضربها، والبنت هربت للدير وبعد كده رجعت لأبوها
وبعد كده شيخ عامل حفلة كبيرة جدا انه خد البنت وبيجوزها لشاب مسلم، وبيعتبر ان ده نصر عظيم. وحاضر في الفرح ده مأمور البلد ورئيس المباحث ورئيس مباحث أمن الدولة وشيوخ وأزهريين. الجزء ده أو المشهد ده هو بيجسد الحقيقة التي تتم في مصر، عن أنهم يعتبرون أن النصر العظيم هو في خطف بنت مسيحية وإجبارها على الإسلام، ثم فيما بعد تزويجها لشاب مسلم. أنا عارف أن الموضوع بعيد يا أختلونا عن موضوعنا، لكن الناس متمررة، يعني في مرارة من اللي بيحصل في مصر، وخطف البنات ازداد قوي 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 بشكل يعني مزعج، وزي ما بيقول أخويا بيتر مملهج. لكن خلينا نرجع لموضوعنا يا أختلونا، اتفضلي. ألو، سامعني؟ اتفضلي. الحقيقه يا اخي اندرو، انا لا ارى ان الموضوع بعيد عن موضوعنا اليوم. اولا انا بشكر جناب الاستاذ لطيف شاكر على مداخلته، ويعني انا بقول لك يا استاذ لطيف اني يعني لا ارى انفصال بين حالات الخطف المتواصله اللي بتحصل في بلدنا مصر لبنات ونساء غير المسلمين، وبين تصرفات الدواعش اللي بيعتنقوا نفس القران والسنه ونفس المعتقدات، وبيخطفوا البنات والنساء العراقيات والسوريات. هو نفس النهج وهي نفس المعتقدات. في مصر بيخطفوهم وبيحاولوا يأسلموهم، وكذلك الدواعش زي ما شفنا النهاردة بياخدوهم برضو وبيحاولوا ان هم يأسلموهم. بيقوموا باغتصابهم في مصر بعد اختطافهم، وكذلك الدواعش بيقوموا باغتصاب البنات والنساء اللي هم بياخدوهم من بنات غير المسلمين. فالموضوع واحد تحت شعار المعتقدات الإسلامية يا أستاذ لطيف، المرفوضة والمرفوضة. والسؤال يا أختلونا، ليه بس في الدول، يعني ليه بس المسلمين هم اللي بيعملوا ده، يعني وبطريقة ممنهجة وبطريقة كتيرة وبطريقة واضحة؟ يعني ليه المسلمين بس اللي عمالين يغتصبوا البنات أو يخطفوا البنات الغير مسلمات؟ ليه بس المسلمين اللي بيصدر منهم الأفعال دي، بيقطعوا الروس أو بيغتصبوا البنات؟ ليه ما بنلاقيش ده في أي كيانات أخرى أو معتقدات أخرى؟ يعني إحنا لو حبينا نجمع الآيات من القرآن اللي بتحرض على هذا الكلام وبتأمر بيه كمان أمر مباشر، فهي كثيرة فهي كثيرة، والصورة لا تختلف بالمرة. اللي بيحصل في سوريا والعراق من خطف واغتصاب وإرهاب ممنهج هو نفسه اللي بيحصل في مصر. وإحنا نفس يعني لسه بنقول النهاردة إنه مصريين كتير مجندين لداعش، بيعملوا نفس التصرفات اللي بتعملها داعش في سوريا والعراق. هو نفس الخطف يا أستاذ لطيف، هو نفس الاغتصاب يا أستاذ لطيف، هو نفس محاولة الأسلمة هو نفس محاولة الأسلمة. لكن يعني ممكن طبعا اقتراحك رائع ان لو احنا حبينا، احنا مش بنصنف عشان بس ما حدش يفهمنا غلط يا اختلونا والاستاذ لطيف، مش بنصنف بنات عن بنات، يعني مش بنقول لا سيب بنات العراق دلوقتي او الازديات، مش بنقصد ده. احنا بنقصد ان كنتم بتنفرون من افعال داعش ولا تعتبرون ان داعش تمثل الاسلام، فماذا عن خطف البنات اللي في مصر اللي ما فيهاش داعش؟ ماذا عن خطف البنات وإجبارهن على الإسلام؟ مش ده مشابه لده؟ مش هي نفس القصة؟ مش هو نفس التشابه مع اختلاف التطبيق؟ فضل يا أختلونا. صحيح. يعني خلينا نعلق على فيديو البنت اللي كانت تتكلم على شباب توك. يعني عايزة أقول لحضرات المشاهدين، يعني ألا يذكركم ما حصل مع هذه الفتاة وأسرتها وعشيرتها؟ ولو كنت وصلتوا في سماع قصة البنت دي بتعرفكم إزاي إن هم قتلوا أبوها وقتلوا الرجالة اللي ملهمش لازمة عندهم. يعني اللي حصل مع البنت دي مش بيذكركم باللي حصل مع ما فعله نبي الإسلام وصحابته مع صفية بنت حيي وأسرتها وعشيرتها من بني النضير؟ زي ما كان بيقول بيتر، طبق الأصل. وقتل الرجال واستحياء النساء للاستغلال الجنسي، يعني كذلك مع بني المصطلق وبني كريزة
يعني قتل كل من لم يلزمهم بوحشية، وتم استبقاء النساء للاستعمال الجنسي. وقدمنا من قبل توثيقات تراثية وفيديوهات لشيوخ الفضائيات، وهم بيفتخروا بما فعلوا نبي الإسلام مع نساء بني النضير وبوحشيته مع الأطفال ومع كل من نبت شعر عانته، واستحياء النساء والاستبقاء عليهم من أجل الاستعمال الجنسي. وإزاي استعمل صفية لإرضاء شهواته في نفس الليلة بعد ما ادها الأم أنس تصنعها له. نفس النهج، نفس النهج. هم لم يخرجوا عن نهج محمد في شيء، ولا عن نهج القرآن ولا عن نهج السنة. طيب لو عندنا وقت أخي أندرو نستعرض حالة فتاة أيزيدية تانية. للأسف يعني أن الوقت المتبقي يعني مش هيتوح لنا نعرض الفيديو أو نعلق عليه. يعني بنعمة الرب هنروح لجزء ثالث، لو حضرتك عندك يعني رغبة أن يكون في جزء ثالث في نفس الموضوع، ونبدأ نعرض حالات أخرى أو مواقف أخرى للقضية، لأن دي قضية مهمة. وزي ما حضرتك بتقولي أنها هي قضية الماضي في الحاضر وبنراه في الحاضر، وهي قضية كل وقت عند مسلم وموجودة في نصوص القرآن. يا إما المسلمين يتفقون على رأي واحد يطلعوا يقولوه كده على صريح، يعني بشكل صريح على العالم، ويقولوه على الملأ كله ان هذه الايات كانت تخص زمن محمد واصبحت ليست صلاحة لكل زمان وكان، يا اما المسلمين يقولوا خلاص هو ده قراننا فضل يقتلون. بالضبط، يعني اما هو دستور لكل زمان ومكان لكل مسلم، او انه كتاب يحتوي على احداث تاريخيه ولا يعد دستورا للمسلم. يعني اختاروا لكم خيره بقى في الموضوع ده. انا بشكرك جدا يا اختلونا، وبتمنى من كل شخص مسلم بيشاهدنا انه يراجع ضميره قدام الحالات اللي هو بيشوفها، مش على اساس انه او مش لان الحالات دي من ديانه اخرى او من دوله اخرى فالامر مش، لا انا عايزك كانسان بضميرك، لو كنت انت اخ للفتاه دي او اب للفتاه دي، ما هو موقفك من دين جاي يقول لك احنا دين الله الوحيد واحنا خير امه اخرجت للناس، انت هتقول له ايه؟ رد فعلك ايه لما شخص يقول لك انا خير امه اخرجت للناس وديني هو دين الله الوحيد، وتلاقيه بيعمل كده مع اختك ومع امك ومع بنتك؟ رد فعلك ايه؟ ادخل في مشاعر اللي قدامك وشوف بيفكر ازاي عليك، شوف مردود ده عليه ايه لما جاي تقول له بتكبر وانت بتقطع الراس، بتقول الله اكبر وانت بتختصب واحده وبتقطع الراس، رد فعل اللي قدامك ايه؟ بيبص لك ازاي؟ بيبص لدينك ازاي؟ وهل انت راضي ضميرك ونايم ومستريح على عباره ان هؤلاء لا يمثلون الاسلام؟ ما هي حجتك؟ ما هو دليلك ان هؤلاء لا يمثلون الاسلام؟ هم قدموا الادله، لكن ما هو دليلك انت؟ كنت أرجو من كل مسلم يشوفنا، وفتحنا لك المنبر، منبر مفتوح على العالم كله، تطلع تخاطب وتقدم لنا الأدلة أن هؤلاء لا يمثلون الإسلام، لكن صمت المسلمين معناه وامتناع الأزهر عن تكفير داعش معناه أنكم تعلمون جيدا أن هؤلاء بالفعل يمثلون الإسلام. وكما قال أخويا بيتر أنهم يقدمون لنا صورة طبق الأصل، نحن نرى الآن محمد وصحابته وزمنه من خلال داعش وأفعالها. فالماضي نراه في الحاضر، ما خفي عنا نراه الآن على العيان. إخواتي الأحباء، لسنا غرضنا أن نعرض هذه الأمور لتشويه، إحنا مش داخلين في معركة مع معتقد، إحنا بنطرح أسئلة عشان نساعدك ونرشدك انه في طريق اخر، طريق حق، طريق محبه، طريق قداسه مش نجاسه، مش بيبرمج ذهنك انه واقف بس على النصف الاسفل من المراه، مش مبرمج ذهنك ان مكافاه هذا الاله والتعبد له بقطع الرؤوس او بيع النساء او اغتصاب النساء وفيما بعد تروح لجوائز اخرى في السماء وعروض مفتوحه ب72 حرية. الإله الذي نتعبد له إله قدوس، والقداسة ضد النجاسة، والقداسة ضد الخطية، والقداسة ضد القتل واستباحة الآخرين.
هذا الإله هو خالق الأزدية، هو خالق الشيعية، هو خالق المسيحية، هو خالق اليهودي، هو أب للجميع، هو محب للجميع. لن يسر قلب هذا الإله اغتصابك لوحدة تانية لأنها مخالفة لك في الدين. لا تظن هذا، أنت تتبع إله آخر. يؤسفنا أقول لك، يؤسفنا أن أقول لك، لكن أقول لك الصدق والصراحة، أنت تتبع إله قال عنه المسيح أنه قتال للناس منذ البدء. أنت تتعبد للشيطان الذي يدفعك أن تقتل أخيك في الإنسانية، والذي يدفعك أن تختصب أختك في الإنسانية. ليس هذا الإله الحقيقي لكنه الشيطان، لأن هذه الأفعال أفعال إجرامية، أفعال نجاسة وليس قداسة. إلهنا إله قدوس، لكن ما تفعله أنت هي نجاسة، هي إجرام، هو استباحة للبشرية والإنسانية، هو إعمال ضد الضمير وضد المنطق. أخي المسلم، أنت تتعبد لإله هو إبليس، وإبليس قتال للناس منذ البدء. أنت لا تعرف عن الله الحقيقي شيئا، أنت لا تعرف عن الله مجرد اسم، أنت ماشي خلف مجرد اسم خدعك بيه إبليس اسم الله، لكنه ليس الإله الحقيقي. أنا أقول لك الصدق، إن كنت جرحتك أو صدمتك أو تعتقدني إن أنا أو تعتقد فيه إن أنا أهنتك، فلأني أحبك، لأني أريد خلاصك. أنا مش عايزك تدخل في دوامة التبرير، أنا عايزك تدخل في طريق التبرير الإلهي اللي بيبرأك، مش بتبرأ لي، لكن هو برأك من خلال محب مات لأجلنا على الصليب بكامل إرادته. أدعوك للسير في طريق الأمان، القداسة، طريق الخلاص. ربنا يبارككم على وعد في لقاء جديد من برنامج أنا مش كافر ورب معكم. مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لنا مخدوع أو بخرف أبدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد إيماني واحد وما لوحش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في أمور بتحير نحتاج التفسير أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير أنا مش كافر أنا مش كافر أنا مش كافر